عادت الانتخابات في البلاد كالمعتاد كالأمس وما قبله في كل دورة بمهرجانات أحزابها وأفراحها تعود. هنا في بلادنا تتحول الانتخابات إلى مولد، لكن صاحبه ليس غائبا. صناديق، أوراق، لجان، دعاية، مرشحون وناخبون ومندوبون ومراقبون، وحشد للتصويت بكثافة ودعوات للمقاطعة، صمت انتخابي واختراق للصمت، التزام بمعايير الانتخابات وخروج عليها، وعود بالنزاهة وتوقعات بغيابها. وفي كل الأحوال ما زال المال السياسي ربما له مفعول السحر، وما زالت الجماهير لا تكاد تدرك من تختار ولماذا. مجلس النواب المصري الذي يراه كثير من المحللين السياسيين أخطر برلمان في تاريخ مصر وأهم مجلس تشريعي في حاضرها وأحد أهم مكونات ملامح مستقبلها. الانتخابات بين الاجتماعي والسياسي وحديث حول الكواليس وما يجري فيها في الفقرة الثانية من حلقة اليوم مع برنامجنا مع الناس. أما بعد الأخبار مباشرة فسيكون حديثنا عن الانتخابات البرلمانية، ما لها وما عليها، كيف تدير الدولة المسار الديمقراطي، وما الأسس التي تنظم العلاقة بين المرشحين وبينهم وبين الناخبين مع انطلاقة الانتخابات البرلمانية لعام 2015 والتحرك بقوة نحو إنجاز الاستحقاق الثالث في خارطة المستقبل وأثر هذا الحدث في حاضر مصر ومستقبلها، وبطبيعة الحال الصورة العامة أمام المجتمع الدولي، انتخابات مجلس النواب المصري وما واكب يومها الأول من مواقف وأحداث في فقرتنا الأولى من برنامجنا مع الناس. خلونا نسحب حضراتكم بداية في جولة سريعة بالأخبار. أول خبر هناخده من الشروق، غرفة عمليات الوزراء تتابع سير انتخابات المرحلة الأولى. بدأت غرفة عمليات مجلس الوزراء اليوم عملها في رصد عمليات الاقتراع في أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في عدد من المحافظات، وقدم المحافظون تقارير أولية عن أجواء التصويت في محافظاتهم من خلال الاتصال بالفيديو كونفرنس بغرفة العمليات التي يديرها وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر. خبر تاني، مصادر من المصري اليوم، دبلوماسيون دوليون يتابعون عمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب. أكدت مصادر مسؤولة أن عددا من الدبلوماسيين من المفوضية الأوروبية والسفارات الأوروبية بالقاهرة يتابعون عمليات التصويت بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية لعام 2015 التي بدأت اليوم، وذلك من خلال تكليفهم بالمرور على بعض اللجان في أماكن متفرقة في مختلف محافظات المرحلة الأولى، وذلك لإعداد تقرير حول نسبة الإقبال والحالة الأمنية وتوفير التأمين اللازم لإجراء عملية التصويت ورفعه إلى الاتحاد الأوروبي. طيب، للتعليق على الخبرين الحقيقة الدكتور ولاء جاد صديقنا العزيز مدير عام مؤسسة شركاء من أجل الشفافية. مساء الخير دكتور ولاء. مساء النور يا فندم. تقييمك لأول يوم واهتمام بعض المنظمات الأجنبية والسفارات في متابعة المشهد الانتخابي. تمام، بالنسبة لتقييم أول يوم خلينا نتكلم على يعني أربع نقط محددة عشان المشاهد الكريم ما يتوهش مننا. النقطة الأولى المرتبطة بأداء اللجنة العليا للانتخابات أو الهيئة المشرفة على الانتخابات، الأداء كان جيد جدا. هناك بعض العوائق اللوجستية البسيطة غير المؤثرة في عموم العملية الانتخابية، زي مثلا الاضطرار الى ضم بعض اللجان الفرعيه او تاخر بعض فتح بعض اللجان نتيجه يعني تاخر وصول القضاء او الموظفين المشرفين على هذه اللجنه. ده ما كانش على نطاق واسع لكن كان اكثر بروزا في محافظات زي سوهاج والجيزه مثلا. الملمح الثاني الخاص باداء قوات الامن واجراءات التامين كانت يعني أكثر من رائعة، وكان في انسيابية ولم يشهد اليوم احتكاكات ما بين قوات الأمن والأطراف الأخرى في العملية الانتخابية. قوات الأمن نجحت في يعني يعني وقت بعض المخططات لتكدير صف وعملية التصويت، تم تفكيك عبوة هيكلية في الفيوم وأخرى في المنيا، فده أداء جيد. بالنسبة للمرشحين والأحزاب كان هناك بعض المخالفات من المرشحين الفرديين، كان هناك حالات لمحاولات شراء أصوات وحشد الناخبين ودعاية مخالفة للقانون، معظمها كانت من مرشحين فرديين ما كانتش بشكل أساسي من أحزاب وقوائم يعني سياسية متماسكة. ده بالنسبة لتقييم عمر الانتخابية. طبعا المشاركة، نسبة تمام. المشاركة بالنسبة لنا يعني غير مرضية، لكن نسبة المشاركة في نهاية اليوم يعني وفقا لتقديراتنا يعني قد تصل إلى ما بين 12 إلى 14% من إجمالي الناخبين. المشاركة شهدت زيادة كبيرة جدا في النصف الثاني من اليوم، النصف الأول كانت المشاركة ضعيفة جدا. طبعا. أعتقد أن بكرة ممكن تكون أمور أفضل، خصوصا مع
مع قرار الحكومة بإعطاء الموظفين أجازة نصف يوم غدا. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ولاء جاد، مدير عام مؤسسة شركاء من أجل الشفافية. من الوطن، وزير الدفاع يتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة في شمال سيناء. تفقد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عناصر القوات المسلحة والشرطة المتمركزة في شمال سيناء للوقوف على الحالة الأمنية والجهود المبذولة لتأمين المواطنين والإجراءات المتخذة للتصدي للعناصر الإجرامية بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية في سيناء. طيب الحقيقة دي زيارة مهمة الحقيقة، يعني ليها أكتر من دلالة. الفريق أول صدق صبحي لما يقوم بزيارة في شمال سيناء في اليوم الأول للانتخابات، ده يعني أنه عملية حق الشهيد أتى ثمارها بشكل كبير، أنه في حالة من الاستقرار، أنه القوات الإنفاذ القانون سواء شرطة أو جيش بسطة كل إرادتها على هذه البقعة في تراجع وانحسار تام للإرهاب والإرهابيين، إلا من بعض الحاجات اللي بتحصل في العريش. لو حضراتكم تابعين رفح والشيخ زويد دلوقتي آمنة تماما، لكن العريش حاجات كده صغيرة زي اللي بتحصل، عبوة هنا عبوة هناك، ويعني صاحبها يختبئ كالفأر المزعور. إن شاء الله قريبا تعود سيناء أو تنطلق سيناء إلى التنمية مع القضاء التام على بعض هذه العناصر اللي بيلقوا طبعا عون خارجي. خلوني أخذ حضراتكم اليوم السابع، وزير الاستثمار يبحث مع سفير بريطانيا ترتيبات زيارة الرئيس السيسي للندن. استقبل أشرف سلمان وزير الاستثمار اليوم جون كاسن سفير بريطانيا لدى مصر والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الاستثمار. أجرى خلال اللقاء استعراض الترتيبات اللازمة للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البريطانية لندن، وأوجه التعاون المشترك والعلاقات المصرية البريطانية والاستثمارات المشتركة بين البلدين. سعادة السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب، مساء الخير سعادة السفير. مساء الخير، اهلا. هل يمكن ان نتحدث عن جانب اقتصادي مهم في هذه الزياره مصر وبريطانيا؟ طبعا، لان يعني بريطانيا ذات تاريخ قديم في العلاقات مع مصر. طبعا صحيح بدا التاريخ كان استعماريا ثم انتهى الى تعاون كبير، ومن الدول التقليديه اللي لنا فيها تمثيل منذ فتره طويله. البصمة الصناعية البريطانية في مصر قديمة، خزان أسوان بدأت، إذا كنا نتكلم عن المشروعات الكبيرة ومشروعات الكهرباء، سكة الحديد يكفي أنها تاني أقدم سكك حديد في العالم بعد بريطانيا، تاني خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية طبعا. فالعلاقات التقليدية قديمة وقوية جدا، لكن عاوز الناس يعني تخفض سقف التوقعات، لأن بريطانيا أنا سبق قلت على سبيل الطرافة دولة بخيلة جدا، يعني ليست لها ميزانيات للتعاون الاقتصادي بالشكل اللي نجده صحيح في دول مثل ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو إيطاليا. إنما الحقيقة لا مانع إن إحنا مش عاوزين المال بقدر ما نريد الخبرة. صحيح. والحقيقة إن مصر توجهت مؤخرا بقالنا نحو فترة نتجه إلى أن أهم من المال، أهم أن تعطيني سمكة، أعطيني شبكة. صحيح، صنارة. صنارة أو شبكة، كيف نصطاد أفضل من أن أعطى هدية من الغذاء. تاريخ طويل مع بريطانيا طبعا، لكنها على الجانب السياسي زيارة مهمة في هذا التوقيت. أعتقد أنها كان يعني لندن عاصمة مهمة وبريطانيا دولة عظمى، يعني أهم ما يمكن. لاحظ أن الأربعة الكبار في الاتحاد الأوروبي بالترتيب هم ألمانيا، يليها بريطانيا، ففرنسا، فإيطاليا. صحيح. وهم دول الأربعة الكبار الذين لهم قوة تصويتية في أي قرار تتخذ. زائد طبعا بريطانيا يعني صارت من حيث الثقافة اللغة الإنجليزية هي اللغة السائدة في العالم كله، وهي إذا تحدثت لغة واحدة صحيح في الاتحاد الأوروبي تكون هي اللغة الإنجليزية. لاحظ الاتحاد الأوروبي 28 دولة يتحدثون 21 لغة. صحيح. فأصبحت اللغة الإنجليزية هي السائدة، الثقافة البريطانية واضحة في التعليم أيضا. يا ليتنا نعاود البعثات التي كنا نتبادلها مع بريطانيا، لدينا جماعة بريطانية خاصة يا ليتها تكون في الصورة، لكن أنا طامع في أن مصر يعني تتخذ تعود لسياسة إفادة البعثات بكثافة ولبريطانيا تحديدا لانها اللغه الاجنبيه الاولى. هو في تعاون على مستوى التعليم، وكان مؤخرا الحقيقه اعتقد دكتور اشرف الشيحي صرح بانه الجانب في التعاون العلمي والبحثي هيكون جانب مهم في زياره الرئيس السيسي. لا انا بتكلم على جانب التعليم والتعليم ما بعد العالي.
لان طبعا اللي احنا بنتكلم فيه بنتكلم في 10 ل 20 منحه، انا بتكلم على الاف من المتدربين صحيح والخريجين يذهبون الى بريطانيا. انا يعني بقول لك هذا الكلام وانا مجربه، لان احد احفادي قرر ان يذهب الى بريطانيا، وطبعا طفره كبيره جدا في اساليب التعليم، وتعليم قريب منا لانه تعليم تقليدي ليس فيه الكثير مما يختلف، بس جامعات محترمه ولها مكان على مستوى العالم، وعندهم يعني على الاقل جامعتين من العشره الاوائل على مستوى العالم زي كامبريدج واوكسفورد. صحيح. فمش عاوز اغفل ابدا البعد التعليمي، البعد الاعلامي، وانت رجل اعلام. نحن عندما نفكر في الغاء وزاره الاعلام، وانا شخصيا اعمل على هذا الموضوع، وان نقيم اتحاد للاذاعه والتلفزيون، فنحن نتكلم عن شيء على نمط البي بي سي، شيء على نمط الدويتش فيلا الالماني، فلديهم الكثير. اريد ان اضيف ايضا اننا ندير في وزاره التعاون الدولي مشروع يتعلق بالتوامه المؤسسيه لرفع قدرات اجهزه الحكومه المصريه، وبريطانيا دخلت هنا في مجال مهم جدا وهو الجوده والمواصفات والمقاييس، تجعل الهيئه المصريه للمواصفات والمقاييس ترتقي الى المستوى العالمي عن طريق التوامه مع المؤسسه الشقيقه في بريطانيا، وجهد مشكور للجانبين بحيث فعلا نقرب المواصفات والتشريعات، وده يسهل جدا من التعامل العلمي، يسهل التصدير الصناعي حتى تكون مواصفاتك هي نفس المقاييس والجوده المطلوبه في اوروبا. نعم. يعني الحقيقه الجدول لا ينتهي ويمكن ان نستمر في هي زياره مهمه فعلا، نتمنى لها كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. شكرا جزيلا سعاده سفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب. من موقع النهار، رئيس الوزراء يوجه باعتبار غدا نصف يوم عمل للعاملين بالجهات الحكوميه. وجه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء كافه الوزارات والمصالح والجهات الحكوميه بتقديم التيسيرات اللازمه لابناء محافظات المرحله الاولى وخاصه محافظات الوجه القبلي، والسماح لهم بالسفر للمشاركه في الاستحقاق الاخير من خارطه المستقبل، مع اعتبار باكر نصف يوم عمل للكافه ومناشده القطاع الخاص باتخاذ التسهيلات التي تمكن العاملين من ممارسه حقهم الدستوري. كما اطمأن رئيس مجلس الوزراء على سير العمليه الانتخابيه خلال لقائه اليوم الاحد باللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات. من موقع مبتدأ، السيسي يبحث مع إيني الإيطالية تطوير حقل ظهر. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برئيس شركة إيني الإيطالية وفد من الشركة بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول عرض خطة العمل الخاصة لتطوير حقل ظهر الذي تم اكتشافه في المياه المصرية بالبحر المتوسط. أستاذ محسن مطاوع مدير عام احدى شركات توصيل الغاز، مساء الخير يا فندم. مساء الخير. يعني احنا بانتظار الخير من هذا الحقل. خليني اسال حضرتك على اثر هذا الموضوع بعد ان يدخل هذا الحقل الى حيز الانتاج بشكل كبير، اثره على السوق المصري وعلى الاقتصاد بشكل عام. هو طبعا كشركه متخصصه في توصيل الغاز الطبيعي في جميع انحاء الجمهوريه، بنتكلم على ان الحقل ده بيعطي الثقه اساسا في الاقتصاد المصري، لانه طبعا ده مؤشر على ان المنطقه دي واعده. نعم. وبتنبئ بان في اكتشافات اخرى ممكن تتم. عظيم. ولكن كحقل كبير زي ده، وطبعا هو مميز لانه من اكبر الاكتشافات في منطقه البحر المتوسط في الفترة الأخيرة، طبعا إن لم يكن من أكبر الاكتشافات على مستوى العالم. صحيح. وطبعا احنا مش بنقول دلوقتي ان اثره في الوقت الحالي، لا، هو اعتقد انه في خلال مطلع 2017 ممكن يظهر اثر الكشف. طبعا ده مش كلام مؤاخذه، يعني كلام مهم جدا ان احنا نعرفه. بنتكلم عن ارقام وعن حجم من الاحتياطي، ولما يدخل حيز الانتاج يعني بعد سنتين زي ما حضرتك قلت، يعني الصوره هتتغير بكل تاكيد. من سنتين لثلاث سنين. فاحنا بنتكلم دلوقتي ان ده هيبقى له اثر كغاز طبيعي لتوصيل الغاز في المناطق كثيفه الاستهلاك. اللي كعملاء صناعيين اهم حاجه ده بالنسبه لنا، ومحطات الكهرباء،
وطبعا كثيفه الاستهلاك زي مصانع الاسمده وشركات الاسمنت وكده، ده هيدي جرأة للعاملين او القائم على المنظومه انه يتوسع في توصيل الغاز للمصانع ديت، لان طبعا انت بتخشى لان دي استهلاكها عالي جدا جدا، لكن لما تبقى حاسس ان في كميات داخله في الانتاج بالرقم اللي هو 30 تريليون قدم مكعب بيديك ثقه انك تتوسع في السوق وما يبقاش في خوف من الكميات وفي المستقبل يعني. عظيم. ده له تأثير إيجابي مفيش شك، وطبعا بيأثر على استيرادك للبوتاجاز، لأن أنت هتتوسع طبيعي في توصيل الغاز للمنازل، هتقلل من استخدام البوتاجاز في المنازل، هيأثر على استيرادك للبوتاجاز، طبعا ده هيزود في العملة الصعبة الدولار تحديدا يعني. ناهيك عن الأزمة اللي بتحصل في الشتاء دايما وقلة الـ يعني الصفقات الغاز المسال يعني، او المشاكل اللي بتحصل في وقت كبير من السنه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محسن مطاوع، مدير احدى الشركات المتخصصه في توصيل الغاز للمنازل. هاخد حضراتكم لخبر تاني من الشروق يتعلق برحيل الكاتب والاديب جمال غطاني بعد صراع مع المرض، حيث رحل عن عالمنا صباح اليوم الكاتب الكبير جمال الغطاني الذي يعد علما من أعلام الأدب العربي المعاصر بعد صراع طويل مع المرض مكث على إثره أكثر من شهرين بمستشفى الجلاء للقوات المسلحة، وقد تم تشييع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة عصر اليوم. شاعر الكبير والأديب زين العابدين فؤاد، مساء الخير يا فندم. مساء النور. يعني ماذا يمثل لك على المستوى الشخصي رحيل جمال الغطاني، وماذا يمثل أيضا لمصر يعني فقدان أحد رموز القوى الناعمة يعني؟ جمال غطاني صديق، أنا عاصرت نشر أول قصة لي في جريدة المساء في الستينات، وشفته أول يوم داخل صالة التحرير يقابل أستاذنا الراحل الكبير عبد الفتاح الجمل، اللي فتح الأبواب لكل جيل الستينات من مبدعين ونقاد ورسامين إن هم ينشروا من غير ما يعرف أي حد فيهم، وكان الفيصل هو إنتاجهم الفني والأدبي، منهم جمال غطاني. وعشان كده جمال غطاني أهدى كتابه الأول مذكرات شاب عاش منذ 1000 عام لعبد الفتاح الجمل. أنا عرفت جمال، هو أصغر مني في حدود 3 سنوات، عرفته في يعني 65-66 هذه الفترة يعني، وهو صديق. هو طبعا يمثل حاجات كثيرة قوي، أولا هو يمثل المثقف اللي بنى نفسه ثقافيا بشكل رائع بدون ما يتعلم يعني التعليم الجامعي، وده بيثبت ان الثقافة موضوع تاني خالص. صحيح. جمال احد عشاق القاهرة الفاطمية، انه بيعرفها عن انه عاش فيها كويس، اشتغل فيها وعاش فيها، بيعرفها كويس قوي، عارف تاريخ البنايات والابواب والشوارع. عشان كمان كان في حضور لافت النهارده الحقيقه في جنازته لرموز الادب والثقافه. اكيد يعني اكيد هو يعني مبدع من الستينات والى الان، فديت فتره طويله في الابداع. النقطة الثانية ان جمال ايضا مش فقط مجرد روائي او قصاص، هو كصحفي اشتغل في حاجات كتيرة جدا، منها انه كان مراسل حربي في اثناء اكتوبر 73 وقبل اكتوبر 73 الحقيقة، لانه حتى فترة حرب الاستنزاف كان هو مراسل حربي واستمر في ذلك. ثم بعد كده هو أسس مجلة أخبار الأدب. صحيح. اللي لعبت أيضا دور كبير في النشر والتنوير بشكل عام. جمال غطاني اقترب كثيرا من أدبنا الأكبر نجيب محفوظ، كان قريب منه جدا، وأنه ليه أحد كتبه عن
عن السيرة الذاتية لنجيب محفوظ. صحيح أصلا السيرة الذاتية وده كتاب مهم يعني للمصاري. أنا بتقدم لحضرتك شاعرنا الكبير بخالص العزاء يعني، ولمصر الحقيقة الغالية رحيل هذا الأديب الكبير الأستاذ جمال الوطاني، يعني لأنه فعلا برحيله أو بخسارته فقدت مصر يعني ابن آخر مخلص ونجم من نجوم الأدب والكتابة والثقافة، اللي هي بتمثل في النهاية أهم عناصر قوتنا الناعمة الثقافة المصرية. يعني رحم الله جمال الغيطاني، وشكرا جزيلا. عفوا. آخر خبر عندي الحقيقة قبل ما نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا من البوابة، غادة والي تشارك في افتتاح دوري لعيبة بلادنا بالأسكندرية. افتتحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأسكندرية بتكلفة إجمالية قدرها 12 مليون و500 ألف جنيه. شهدت الوزيرة أولى مباريات دوري لعيبة بلادنا بالأسكندرية. على هامش الزيارة كرمت جمعية سيدات أعمال الأسكندرية وزيرة التضامن الاجتماعي بإهدائها درع الجمعية تقديرا لدعمها لمؤسسات المجتمع المدني والمشروعات الصغيرة. بعد الفاصل رحب بضيوفي الكرام الأستاذ طلعت إسماعيل مدير تحرير الشروق والكاتب بالأهرام الأستاذ حسن بتيا. احنا ابتدينا في محافظة القاهرة دوري لجذب أطفال بلا مأوى وجزء من أطفال المؤسسات، وكنا في القاهرة بنستهدف حوالي 800. احنا هنا بنبتدي الدوري في اسكندرية عشان نكرر نفس التجربة، لأنها الحقيقة نجحت في القاهرة وقدرنا نجتذب عدد من الولاد، منهم حوالي 180 ولد كانوا في الشارع انضموا للمؤسسات عشان ينتظموا في التدريب، سواء التدريب على الرياضة أو التدريب على الغناء والموسيقى. نفس القصة مع النشاط اللي بنعمله مع مؤسسة سليم سحاب، ان احنا بنخلي الجمعيات، احنا محتاجين ان احنا نجذب الولاد للمؤسسات وللتعليم من خلال انشطة هما بيحبوها، وانهم يشوفوا ان عندهم فرصة انهم يبقوا نجوم. الاولاد انت عارف لما يكونوا موجودين في الشارع بيبقوا زي القنبلة الموقوتة يعني، فعشان كده احنا بنخدمهم باي اسلوب نقدر نجذبهم معانا يعني. والهدف الاساسي ان احنا نقدر نجذب الاولاد بطريقه جميله ومحببه ليهم الى المؤسسه بتاعتنا. ففي داخل المؤسسه بقى تبدا منظومه الرعايه الاجتماعيه، منظومه متكامله بقى، حزمه من الخدمات كامله. وده كان الهدف من الدوره ديت، ان احنا ناخد الولاد دول ندمجهم نعيشهم روح المؤسسه، بحيث ان احنا ناخدهم من الشارع يقيموا عندنا في المؤسسات. فكره جميله، بس عايزه ايه يعني، مش ماتش وخلاص، عشان مثلا حد مهم نعمل ماتش وخلاص، لا يعني نعمل اكتر من كده. احنا عندنا ملاعب، كل جمعيه عندها ملعب، فاحنا ممكن هم يجوا احنا نروح لهم مش من غير التكلفه يعني، ممكن ب 100 جنيه تعمل الليله دي كلها. نقدم صوره ايجابيه لاطفالنا، اطفالنا دول اطفال طبيعيين جدا، اطفال لو اتيحت لهم الفرص انهم يقدروا يكونوا في المجتمع اطفال منتجين فهم اطفال منتجين فعلا. تشير التجارب المعاصرة وحتى غير المعاصرة إلى أن الانتخابات الديمقراطية التنافسية لا تجرى إلا في نظم حكم ديمقراطية، بمعنى أن هناك متطلبات للانتخابات الديمقراطية بتبنى قواعدها وأصولها مستندة إلى أن الشعب هو مصدر السلطات. ذلك المبدأ الذي يرتبط بحق الشعوب في تصعيد من يحكمها ومن يمثلها في مختلف مواقع السلطة عبر صناديق الانتخاب الشفافة دون تأثير مباشر أو غير مباشر من الداخل أو من الخارج، ومع تمكين كامل لكافة المواطنين الذين لهم حق الانتخاب من الإدلاء بأصواتهم. الحقيقة مع انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب مهم جدا أن احنا نتوقف بالدرس والفحص والتحليل أمام المشهد الانتخابي في نهاية هذا اليوم. خلوني أرحب بعالمين من أعلام الكتابة الصحفية والتحليل السياسي في هذه الفقرة، أستاذ طلعت إسماعيل مدير تحرير جريدة الشروق، أهلا وسهلا، برحب بحضرتك. والكاتب الصحفي أيضا والمحلل السياسي الأستاذ حسن بديع، أهلا وسهلا أستاذ حسن، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني كان في نداءات أستاذ طلعت ومطالبات بالمقاطعة، الناس كانت متخوفة أنه ما تجراش انتخابات وأنه القضاء ربما يوقف الانتخابات في أي وقت. خليني أخذ في البداية سريعا
اطلالتك الاولى على اليوم الاول للانتخابات يعني؟ طبعا قراءتك يعني, يعني. انا لما نيجي نتكلم عن اليوم الاول نتكلم على المناخ اللي جه عليه اليوم الاول. احنا كنا خلال الشهور قبل تحديد موعد الانتخابات كنا تحت ضغط انه امتى تجرى الانتخابات, والكل بيطالب انه لازم يتحدد لنا موعد علشان هذا الاستحقاق الذي طال يعني لابد ننتهي منه لانه مهم الحقيقه. فوجئنا يعني بعد ما تم التحديد يعني الممحكات السياسيه في بعض الجوانب, يعني جزء اخر يعني ابتدت الصوره المشهد ياخذ يعني ابعاده في الوجوه اللي متقدمه, في القوى السياسيه اللي جزء منها يعني غاب عن المشهد, في اكتر من اعلام ممكن يكون يعني لعب دورا قد يكون سلبيا سلبيا منفرا صحيح. في بعض الاحيان يعني المسار جرى ليس بالزخم المطلوب لصالح الاعداد ليوم الانتخاب على النحو اللي احنا كنا جميعا نطمح اليه تحت, يعني لما قلت انا بدايه المشهد ان تضغط في سبيل الخروج بهذا الاستحقاق او الانتهاء منه على الاقل عشان تكتمل يعني الخريطه التي وضعت في 3 يوليو بعد 30 يونيو. اليوم هو ترجمة لهذا المناخ لكل المناخ الذي المناخ اللي احنا يعني اتينا منه. هناك طبعا شكوى من ضعف الاقبال او انه الاقبال ربما يكون في اخر النهار زاد قليلا, لكنه في المتوسط يبقى دون الطموح يعني. دون الطموح حقيقة يعني انا يعني عائد من احدى اللجان ادليت في صوتي وكده يعني سألت فالمتوسطات يعني ليست بالقدر اللي الواحد كان متوقعه او يعني ما نطمح اليه يعني عشان برضو انه بقى ايه التوقع شيء والطموح شيء اخر. طبعا هندخل في مقارنات يعني لماذا وصلنا الى هذه الصوره او لهذا الضعف او ربما قد يكون من المبكر ان احنا نتكلم عن مقارنه يعني لسه بنتكلم عن يوم تاني مقارنات ربما وعن مرحله تانيه ما تم في الاستفتائين على الدستور. يعني كان هناك يعني نوع من الاقبال الشديد, كانت في طوابير كبيره جدا, لكنه لابد ان احنا يعني الصوره مختلفه ولابد ان احنا نميز بين الاستحقاقات وبعضها البعض, لانه نحن الان امام دوائر متعدده, امام قواعد جديده للعبة التصويت, امام قانون انتخابات يعني لم يكن يعني انت رايح تصوت على يا اما نعم او لا, اما لا. الان فانت تختار من لسته طويله ربما في بعض 30 الدوائر 30 واحد او تختار نائب او 2 او 43 واربع يعني قوائم, موضوع مزعج الحقيقه. كمان يعني يمكن البعض اشتكى من حتى حجم الدعايه, يعني اليوم اغلب الناس اخترقت الصمت, يعني من ساختار وعلى اي قاعده, ممكن الاعلام يكون مقصر, ممكن يكون الوقت يكون يعني لم يكن يعني بالقدر الكافي لتوصيل المعلومه, ممكن ان المرشحين نفسهم ما بذلوش الجهد الكافي, لكنه احنا في النهايه امام اكثر من سبب بيوصل لهذه النتيجه. في كمان اسباب اخرى خارج هذا الاطار, يعني في عوامل طبعا. طيب يعني هتكلم مع حضرتك بالتفصيل لو اذنت, لانه كل النقطه من النقاط دي محتاجه نقف نقيمها. نعم. الحقيقه لو اذنت لي يعني نشرك الأستاذ حسن بديع في الحوار ونسأله أيضا عن تقييمه للمشهد الانتخابي اليوم وما تواتر إليه من متابعته يعني ورؤيته. يعني أنا رؤيتي أن اليوم الأول طبعا الحضور فيه أقل مما كنا نتمناه ونتوقعه, وإن كان ده أمر أعتبره في حدود الطبيعي وشبه المنطقي, لأن احنا اعتدنا في مصر بشكل عام كثقافة كتراث أمور ماشية خلاص على ده نمرة واحد, الإقبال عادة في الانتخابات البرلمانية بالذات في المدن مش في الريف, في المدن ما بقاش في طبعا بالذات بيبقى ضعيف شوية, ده شيء طبيعي. الانتخابات دي تكاد تكون ما فيهاش نجوم, يعني الانتخابات السابقة بيبقى فيها نجوم نجوم فن, نجوم رياضة, نجوم سياسة, شخصيات عامة, شخصيات تاريخية, شخصيات تقيلة, الكلام ده مش موجود تقريبا على المستوى العام على مستوى البلد كلها. ده بيلعب دور برضو, مفيش تحفيز, وبالذات بين المثقفين والمتعلمين واللي بيمارسوها سياسة شوية في المدن بعكس الريف اللي فيه عصبيات وفيه قبائل وفيه عائلات بتحكمها ايا كان, بقى مسألة مختلفة. يعني في أسباب كثيرة جدا, في يمكن حاجة سلبية شوية إن الناس عندها ثقة عالية جدا 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 بالقيادة السياسية, وبالتالي في نوع من أنواع الاطمئنان.
والاكتفاء ده امر سلبي مش ايجابي، لكن في النهايه ده بيلعب دور برضو في العقل الباطن. يعني عندنا اسباب كثيره جدا، لكن الصوره لم تنتهي بعد، يعني ليست نهائيه، ما زال لدينا بكره يوم، في قرار من مجلس الوزراء صادر منذ ساعات قليله بان بكره يوم نص يوم. اجازه يعني الناس يعني يساعد يعني الساعه 10 11 هيمشوا ولسه في مرحله تانية، ولسه في نسب المصريين اللي في الخارج اما تيجي، اعتقد ان النتيجه الاجماليه هتكون في حدود المعقول والمقبول، ولازم نضع في اعتبارنا ان الانتخابات النيابيه في اي بلد في العالم فاعتى الدول الديمقراطيه ما بتزيدش عن 35-40%، ده في الدول الديمقراطيه العاليه قوي يعني. احنا عندنا تراث سيء يعني، فلما نجيب حتى 20-25% المره دي ده يبقى كويس جيد. جدا كنا بنتكلم عن قبل كان 15% و10% مع التسويد والتزوير بالظبط. الانتخابات السابقه الاخيره اللي هي جاءت ببرلمان قندهار في 2012 الوضع مختلف ولا يمكن المقارنه عليه. الشورى بعدها كانت ب 6% يا فندم بالظبط، ما هو ده يعكس تغير المزاج بالنسبه للناخب العام والوقت يعني بعدها بشهرين 6%. لما يبقى في تحدي وسخونه المواطن بيستجيب وعلى طول بيتفاعل، وبنشوف الوضع برضو مختلف قليلا المره دي. وطبعا في لخبطه، مرشحين كتير ناس مش عارفاها، صحيح، قوائم ناس مش عارفه تنتخب كم واحد، مش عارفه تنتخب قايمه، مش فيها حزبيه كمان، مفيش احزاب، مفيش على الساحه، مفيش قوائم، كارثه اخرى، مفيش قوى سياسيه. تقديري ان الاعلام ككل والاعلام القومي في مقدمته لم يتعامل مع قضيه الانتخابات بالاهتمام الواجب والكافي. لحد اخر لحظه الناس متشككه انها تتعمل الانتخابات، عوامل كثيره جدا متشابكه. ولكن رغم ذلك كلمه الرئيس بالامس في تقديري كانت جيده جدا، توقيتها كان ملائم رسائل. جدا اعتقد ان هي تناولت امور هامه جدا. انا شخصيا عن نفسي ارتحت جدا لما حيا المرأة، أيقونة المجتمع، حيا الشباب ودوره، حيا القوى المهمشة والمهملة في مصر، العمال والفلاحين. معلش يعني الكل بيتكلم دائما وأبدا عن رجال الأعمال والاستثمار والمستثمرين، لا أحد يتكلم عن السواد الأعظم من الشعب. الراجل تناولها في كلمته امبارح، وحي العمال والفلاحين، ويتكلم عن سقوط الفاشية، وده تعبير سياسي راقي جدا ومحدش تناوله خالص على فكرة، لا في الإعلام ولا في النخبة. فاشية سياسية ثم الفاشية الدينية بالظبط كده. الخطاب كان موفق جدا، كان فيه عبارات سياسية راقية جدا. أعتقد أن إحنا عندنا مشكلة في مصر، أن لا الأداء الحكومي ولا التنفيذي ولا الأداء الإعلامي ولا الأداء السياسي كأحزاب أو قوى سياسية للأسف على مستوى أداء مؤسسة الرئاسة يرقى إلى حجم التحديات حتى يعني. هي دي الخلل اللي لازم يتعالج. طيب ده بيدفعني الحقيقة أسأل الأستاذ طلعت عن التحديات اللي بتواجه العملية الانتخابية برمتها، يعني من وجهة نظر حضرتك، وإزاي الدولة تغلبت عليها، أو إيه المطلوب مننا يعني من أجل التغلب على ما تبقى منها أستاذ طلعت؟ طبعا يعني العزوف، خلينا تستخدم يعني، أو انخفاض نسبة التصويت، لابد أن يعاد النظر في أسبابها، ونحاول بقدر الامكان ندرسها بشكل موضوعي بلا شطط وبلا تعصب وبلا يعني نوع من العصبيه يعني او الانفعال الزائد، لانه هي بلا يعني بشكل او باخر لابد ان احنا ندرسها ونتعلم من الدروس اللي بتعطاها لنا. يعني ما نتسلمش يعني بمجرد انه والله اصلي حصل او ما حصلش، كل العوامل لابد انها تكون خاضعة للتحليل الموضوعي علشان نشوف ليه المزاج العام يعني متغير. وهذا التغير لانه عنصر المفاجأة، يعني نحن في 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 في, في ظرف تاريخي لا يحتمل مفاجآت، لابد ان يكون كل خطوة بنخطوها يعني محطوطة يعني مدروسة بدقة، وعارفين حجم توقعاتها وحجم ما يمكن أن تنتج عنه، حتى نتجنب أي مؤثرات سلبية ممكن تلعب على العملية الانتخابية. أنا بأمانة شديدة جدا يعني برضو في إلى جانب العوامل اللي تحدثنا عنها والأستاذ حسن تحدث عنها، أنا بتكلم عن أن القوى السياسية في مصر يعني تآكلت، وتآكلها يتحمل جزء منه عبء أصحابه أو من يتصدون لهذا العمل، لكنه في الآخر المناخ العام أو يعني الشارع السياسي يعني ممكن يكون متعدد الجوانب، في مؤسسات لابد أنها تمد اليد ويكون هناك قناعة على أهمية تقويت
الأحزاب والقوى السياسية. هيقول البعض يعني طب ما هي قدامها فرصة كانت وكان لابد أن تمتد إلى الشارع وكذا وكذا وكذا، لكن أيضا هي محتاجة يعني بعد سنوات من نوع من الحصار أو نوع من التهميش أو نوع من يعني محتاجة إلى حد ما يعني بيئة مساعدة أكتر على أنها تتواصل مع الناس، حتى لا نصل من ضمن يعني التحديات أن نحن الآن نعود إلى زمن العصبية أو زمن الاختيار على الأسس، الأسرة أو العائلة، أو وهذا مؤشر سلبي. يعني إحنا مش معقول بعد كل هذه السنوات من التحديث ومن الرغبة للتغيير ومن التطور إن إحنا بنرجع في قاعدة التصويت إلى الجذور البدائية الأولى، أن أنا بختار القريب أو الحسيب أو المتحالف معي. هي دي مشكلة الانتخابات البرلمانية، ما قيمة على قبلية وعصبية يعني إذا الأمر بيحتاج تغيير أجيال. بعد 25 يناير كنا نعتقد أن بنراهن على الوعي السياسي أو الزخم اللي حصل في الميادين أنه ممكن يغير في المعادلة، فإلى حد ما ممكن كان في بعض التصويت اللي تم كان قايم على أسس اقترب إلى هذه النظرة وقلت إلى حد ما مسألة العصبية بشكل أو بآخر. فالآن إحنا بنعود لهذه المسألة، فهذه أيضا نوع من التحدي اللي بد أن إحنا برضو نشوف له طرق. ممكن يكون نظام الانتخابات نفسه احنا ما فيش شيء مقدس طبعا وعاد النظر فيه، ممكن يكون كل العوامل ندرسها، وبقول لانه احنا لا نحتمل نقطه اي اخفاق او اي يعني مفاجآت. يعني يكفي التحديات العامه، ليس تحديات الانتخابات فقط. مصر بتواجه الان يعني حزمة كبيرة جدا صحيح. من التحديات على مستويات متعددة، تحديات غير مسبوقة طبعا، وخاصة يعني هي طبعا بتؤثر في الجانب السياسي أو في العوامل الداخلية بشكل كبير جدا، ويظل العامل الاقتصادي والتحدي الاقتصادي لابد ان هو يبقى حاضر في المشهد حتى نفسر محله. خلينا نعرف المشهد الانتخابي في احدى محافظات مصر المهمه الحقيقه الحدوديه، يعني مرسى مطروح، من خلال هذا اتصال هاتفي مع زميلنا العزيز رامي محمد مراسلنا في مطروح. رامي مساء الخير. مساء الخير. يعني لو تضعنا في صوره كيف انتهى اليوم الاول من الانتخابات في مرسى مطروح وشكل العملية الانتخابية، هل حصل ما يعكر الصفو في الإقبال، طبيعة الشرائح اللي خارجة؟ نعم، يعني منذ أكثر من ساعة ونصف أغلب لجان مرسى مطروح أغلقت الصناديق وانتهت العملية الانتخابية لليوم الأول. لو تحدثت عن مرسى مطروح بها 187 لجنة انتخابية بيتنافس فيها 38 مرشح على أربع مقاعد في دائرتين. الدائرة الأولى فيها 21 مرشح بتضم مراكز مرسى مطروح والنجيلة وبراني والسلوم، ومقيد بهم 157 ألف ناخب. الدائرة الثانية فيها مراكز الحمام والضبعة والعلمين وسيوة، فيها 17 مرشح بيتنافسوا للحصول على عدد ناخبين أكثر من 84 ألف ناخب. هنا في مرسى مطروح بيتنافس 38 مرشح للحصول على نسبة الناخبين هنا 241 ألف ناخب لهم حق التصويت، هم الكتلة التصويتية في مرسى مطروح. أيضا بيتم إشراف قضائي تحت رئاسة المستشار حازم أبو هاشم رئيس محكمة مطروح الابتدائية. طيب. وعدد القضاة 187 قاضيا بالإضافة للإحتياط. في حضور للقوى السياسية رامي، ولا الموضوع قائم أيضا على العلاقات والقبلية والعصبية؟ نعم يعني نعم، بالنسبة طبقا لطبيعة حتى المجتمع. نعم، بالنسبة للمرشحين الفردي المستقل، هم الأغلب المرشحين فردي مستقل هم 38 مرشح، 38 مرشح منهم 21 مرشح من القبائل والمشايخ. يعني القبائل والمشايخ يعني بيقولوا كلمتهم المرة دي وليهم الكلمة العليا في الترشح أو الأغلبية في اعداد الترشح، لان يعني القبليه هي اللي بتطغى على الانتخابات هنا. لكن بالنسبه للقوائم هنا يوجد ثلاث قوائم، هي قائمه في حب مصر وقائمه الجبهه المصريه وقائمه حزب النور. ثلاث قوائم بيتنافسوا على مقعد واحد. هنا في مرسى مطروح خمس مقاعد، اربع مقاعد فردي مستقل او اربع مقاعد فردي ومقعد ونصيبها واحد في القائمه. نعم، لان هنا الثلاث قوائم بيتنافسوا على محافظات اسكندريه، البحيره، مرسى مطروح. وبالنسبة للتمثيل النسبي لعدد سكان مرسى مطروح، هل حدث أي تجاوزات أو حدوث؟ نعم، ما يعكر الصف. نعم، بالنسبة للمخالفات كان هناك يعني
عدد من المخالفات، يعني في الأول محاولة لتوجيه الناخبين وأيضا محاولة شراء أصوات، وبالفعل تم القبض على 4 من المحررين أو من قاموا بعملية شراء الأصوات، يعني سيدة وثلاث رجال، 2 منهم في الدائرة الثانية خاصة تحديدا في مركز الحمام، و2 في الدائرة الأولى في مركز مرسى مطروح، منهم سيدة، وتم القبض عليهم وتحرير محضر بقسم شرطة مرسى مطروح. ده بالنسبة لتوجيه الناخبين. أيضا تمام. هناك عدد من العربات التابعة للمقار الانتخابية الخاصة بأبناء القبائل تتجول وتجول في شوارع مرسى مطروح حتى الآن، وحتى يعني نهاية اليوم الأول، أيضا قيام عدد من أبناء القبائل يعني، لكن كلها بنتكلم عن خروقات يعني لا ترقى إلى تأثير على العملية الانتخابية. أنا بشكرك شكرا جزيلا رامي من مرسى مطروح زميلنا العزيز مراسلنا. أستاذ حسن، يعني لو بكلم حضرتك عن مفهوم مقاصد العمليات الديمقراطية والانتخابات الديمقراطية وإزاي نعمل انتخابات شفافة، يعني هل اتخذنا كل الإجراءات ومتوقع أن تخرج هذه الانتخابات بشكل شفاف؟ لا، هي من ناحية شفافة هي هتخرج شفافة. يعني التراث السيء بتاعنا المعتاد اللي كان بتتقال فيه عشرات النقط على ان احنا اساتذه وعباقره في تزوير الانتخابات انتهى الى غير الرجعه. صحيح. انتهى بدءا من 25 يناير 2011. حته تسويد البطاقات وتغيير الصناديق والكلام ده كله انتهى تماما. الانتخابات ببطاقه الرقم القومي، شرف قضائي بالضبط، متابعه محليه ودوليه بالضبط، اعلام يقظ بالضبط، خلاص متوفر. انا عايز اقول لحضرتك عدم تدخل للامن ويعني الحقيقه انا عايز اقول لحضرتك انا اعمل بالسياسه من سنه 75، كان لينا دايما مطلب او مطالب ومعارك مع نظام السادات ونظام مبارك حول ان الانتخابات تكون بالبطاقه الشخصيه ما تكونش ببطاقه الانتخاب القديمه، وحول تغيير كشوف الانتخاب وتعديلها باستمرار، وحول الرقابه القضائيه، وحول المتابعه الشعبيه، و كثير من يمكن تقريبا مطالبنا كلها اللي نضلنا من أجلها في السبعينات والثمانينات والتسعينيات النهاردة بقت في قوانين وتشريعات وبتنفذ وبتطبق. فده أكبر مكسب، أنا بعتبره أكبر مكسب تاريخي، أن النهاردة خلصنا تقريبا من عملية تزوير الانتخابات، ودي آفة وكارثة كبرى. صحيح. يبقى بقى حتة الوعي وتوجيه الناس وتوعيتهم والاختيار للاصلح بقى، واختيار يعني الاصلح على اساس، ودي على فكره مساله كمان هتاخد سنين، هتاخد وقت، يعني مش هينفع ان احنا برلمان بالذات طبعا. من الظلم ان احنا نقول في سنه او اتنين او تلاته هنعالج اخطاء تصل لعشرينات القرن اللي فات، يعني حته التزوير وبتاع احنا اساتذه فيها وابدعنا فيها. فاعتقد احنا ماشيين في الطريق الصحيح، ربما ببطء نسبي وده امر طبيعي، لكن ماشيين في الطريق الصحيح. وبالتالي هيبقى الانتخابات بقى ليها مشاكلها الجديده المترتبه على الاوضاع الجديده، وعلينا ان احنا نعالجها باستمرار، مفيش مشاكل يعني. مفيش مجتمع كده، لازم نشتغل ولازم يعني بالضبط. التجربه بالضبط. طيب فكره انه الانتخابات بتمثل يعني اليه للتمثيل السياسي يا استاذ طلعت، هل تحقق مبدا او مقوله وسط الاراء الاستاذ حسن برضو مقولة مهمة إنه الشعب مصدر السلطات، يعني هي آلية مهمة حتى الآن؟ يعني يمكن المجتمعات المتحضرة أو المتقدمة أو اللي سبقتنا يعني في التجارب في الجوانب الديمقراطية، يعني هذه هي الآلية، حتى هذه يعني لم يخترع أحدا آليات أكثر يعني قدرة على تمثيل الجموع. يعني انت لا تستطيع انك زي ما كان بيحصل في يعني في 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 في, 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 في التاريخ القديم، يعني انك تجمع الشعب كله بحكم انه هو صحيح. اقل عددا، لكن الان انت مساله التمثيل يعني هي الاليه الموضوعيه اللي الناس تقدر تنفذها، يعني انت لن تستطيع ان تاتي بما هو تجربه انسانيه، يعني احنا لا نستعير شيء هو اصلا مش نتاج البشر، يعني غيرنا مر باطوار معينه، ربما احنا نكون لم نصل الى الطور المقنع بالنسبه لنا ليحقق النموذج المثال اللي هو متحقق في بعض المجتمعات اللي مرت باطوار وتطور تاريخي معين اوصلها انها تقدر كل السلبيات اللي احنا نتحدث عنها او كل العوامل اللي احنا مش راضيين عنها ممكن يكون تخلص منها. لكن آلية التمثيل من خلال الانتخاب يعني التي تتم على النحو الذي يتم الآن هي الآلية المستقرة عليها في النظم الديمقراطية. ربما الاجتهاد البشري مع تطور الحياة يصل إلى نماذج أخرى،
مع كل ما نراه من تغيرات ومن تطور في مجالات عدة، يعني مش شرط على الصعيد السياسي فقط، ممكن يعني السلاح بيطور، الكمبيوتر اللي أصبح في متناول لليد، يعني أنت بتستفاد من مجال تطور في لمجال تطور آخر. لكن هذه هي الآلية حتى الآن اللي ممكن نقول يعني نستطيع من خلالها أن نحقق جزء من التعبير عن المجموع، يعني يبقى نخبة معينة تعبر عن ما يريده المجموع، ربما وعي هذه أو نعي ما يتم انتقاؤه ربما ما يكونش على مستوى التمثيل الجيد للجموع، لكنه مع التطور ربما ومع إتاحة الفرصة نصل لهذه الصيغة. نفس السؤال وفكرة التعددية، هل الانتخابات هتؤدي بنا إلى تعددية سياسية وتمثيل لكافة تيارات المجتمع يا أستاذ حسن؟ أعتقد إن إحنا ماشيين في السكة دي بس مش دلوقتي، يعني هناخد فترة وقد ناخد في تقديري فترة لا تقل عن 3 سنوات علشان تتبلور التجربة السياسية والحزبية الحالية ونصل إلى وضع أفضل. يعني هي الوضع الحالي وضع مأساوي، لدينا 106 حزب يكادوا يكونوا مش موجودين في الشارع، ما لهمش تأثير باستثناء ربما 3 أحزاب على الأكثر في الوقت الراهن، هم اللي ليهم وجود ما في الشارع أو الناس تسمع عنهم. بس يعني حاجة بحكم التاريخ وحاجة بحكم الإعلام، يعني وحاجة بحكم الاحتكاك الفقر الشديد والتراث القديم، اسم قديم لحزب قديم وكده، يعني هم بالكتير قوي 3 أحزاب اللي موجودين حاليا في الساحة. وبالتالي احنا في وضع مأساوي. أنا أعتقد أني لابد أن التجربة الديمقراطية تتطور، أن 106 حزب دول نلاقيهم 10 أحزاب مش بالقوة ولا بالقهر، صحيح. إنما بالتطور الطبيعي بالاندماج. يعني أنا أرى أن مجموعة الأحزاب القومية والناصرية لابد أن تتحد في حزبا واحدا، مجموعة الأحزاب اليسارية والاشتراكية لابد أن تتحد في حزبا واحدا، مجموعة الأحزاب الليبرالية تتحد في حزبين، هم حوالي 40 حزب ليبرالي في مصر. يعني أنا الأوان أن التجربة الحزبية والسياسية لو أردنا أن تكون مؤثرة وأن تكون موجودة في الشارع وأن تكون قوة دافعة وداعمة للنظام السياسي وأن تكون لها دور إيجابي في حرب الوجود والمصير اللي احنا بنحاربها دلوقتي واللي احنا بنخوضها حاليا، إذا أردنا أن تكون القوة السياسية والأحزاب السياسية جزء فاعل ومؤثر في الشعب وفي الحركة الوطنية وفي المعارك الوطنية اللي بتتم، عليهم أن يطوروا أنفسهم وأن يتحدوا وأن يندمجوا وأن تقل التجربة بأي شكل أو يقل العدد الحالي. إذا استمر الوضع الحالي أعتقد يا إما هتنتهي هذه الأحزاب تلقائيا إلى لا شيء وهتظهر قوى سياسية أخرى جديدة ونضجة تسيطر على الشارع السياسي، وده الأمر الطبيعي، وده مهم. لأن حالة الفراغ عايزة بس يعني حزب ينطلق ومجموعة نتمنى. هي البلد تحتاج أكتر من حزب وأكتر من قوة سياسية، مش حزب واحد بعينه. وأعتقد أن احنا محتاجين يبقى فيه تنوع سياسي وثقافي، وده ثراء للعملية السياسية برمتها في البلد. مفيش شك إسراء. وبالتالي احنا في أمس الحاجة هذه الحالة. عموما الحياة السياسية والحياة الإعلامية في مصر لو صح التعبير محتاجين إلى إعادة نظر وإعادة تنظيم من أول وجديد. طيب أنا بشكرك وبشكر الأستاذ طلعت وبستأذنكم نطلع فاصل سريع ونعود لاستكمال حوارنا، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. أرحب بحضراتكم مجددا وبضيوفي الكرام الأستاذ طلعت إسماعيل مدير تحرير الشروق، الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا الكاتب والمحلل السياسي للأستاذ حسن بديع. أستاذ طلعت، هل يمكن القول أن هناك فوارق ملموسة بين الانتخابات الحالية والانتخابات السابقة؟ أي انتخابات جرت يعني؟ طبعا بلا شك كل انتخابات بيكون لها يعني ملامح محددة، يعني يمكن الانتخابات المرة دي ما ملاش قوام محدد تستطيع، يعني في انتخابات يكون الصراع القوى السياسية واضح وبارز، في قوتين أو في 3 قوى بارزين وبتنافسوا أو في تدخل من السلطة التنفيذية في انتخابات يعني ممكن تكون فترات سابقة، أو ممكن يبقى في ملمح يعني نسبة الكثافة في التصويت زي ما تم في انتخابات يعني أخرى. لكن هذه المرة في حالة من يعني نقول مش عايز أقول اللخبطة يعني بالتعبير الدارج، لكنه قوام محدد ما هوش واضح المعالم، يعني لا النظام الانتخابي وضح في ذهن الناخب ولا المرشح
كان بالقدر الواضح بالنسبة للناخبين على نفس النمط اللي كان موجود في انتخابات قبل كده. يعني احنا بنتكلم عن قوائم يعني مطلقة في أربع قوائم، الناس ممكن تكون يعني الوعي بيها غير واضح. صحيح. يعني هذه القوائم ربما بعض الناس ما تعرفش اسمها أو من هم فيها، يعني بيختار على أرضية لا بين لها ملامح سياسية، يعني بتمثل من سياسيا بشكل واضح ولا بتمثل من أفرادا حتى، يعني لو النمط عاد للنمط الأصلي في هو بيختار فرد، فهذه حتى الأفراد يمكن الأستاذ حسن تحدث عن أنه في غياب للنجوم وللقوى صحيح. السياسية شخصيات يعني البارزة يعني على المستوى الفردي في حالة من يعني كثافة عددية غير متبلورة، يعني ممكن يبقى فيها أفراد ينتمون العصبيات في بعض المناطق لكنه في أفراد مجهولين بالنسبة حتى ولو كانوا ربما يكونوا جيدين، لكن هم يعني غمار العمل السياسي مش 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 واضح، يعني الانتماءات السياسية عند المرشحين مش واضحة حتى ولو كانوا بينتموا بالاسم لأحزاب أو لقوة سياسية، لكن هم مش هذه الانتخابات بأمانة شديدة جدا لم تبلور لنا نمطا محددا أو شكلا نستطيع أن نهتدي به عند المقارنة بانتخابات سابقة. تمام. يعني هذا هو الملمح. طيب يعني رؤية المجتمع المدني والمتابعة للانتخابات من وجهة نظر الحقوقيين والمنظمات المجتمع المدني يقدمها لنا الأستاذ محمود البدوي الحقوقي ومنسق عام رائب يا مصري. مساء الخير أستاذ محمود. سنونس الشريف، تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام. ربنا يحفظك. يعني قول لي لو بكلم حضرتك كمراقب أو كمتابع لهذه الانتخابات ماذا رصدت أستاذ محمود في يومها الأول؟ طيب خليني أن أنا يعني أكمل من حيث انتهى ضيفك الكريم، أن هو كان في لو حبينا نقول شعار عام للي احنا شفناه النهاردة أو كمان ما سبق هذا الأمر، هنقول أن عنوان احنا أصدرناه في تقرير امبارح قلنا أن الالتباس هو سيد الموقف قبل ساعات من بدء العملية الانتخابية. الارتباك. اللي الالتباس أو الارتباك، يعني الاثنين بيؤدوا مؤدى واحد، لأن الفكرة أن حضرتك عارف أستاذ الشريف وضيوفك الكرام أساتذتنا عارفين أن قانون 46 لسنة 2014 اللي هو بتاع البرلمان جه بطرح جديد اتكلم على توزيع الدوائر، أن عندنا 120 دائرة للقوائم وعندنا 420 مقعد للفردي، فدوت عمل عملية التباس لدى الناس. يعني احنا بنقول ان دلوقتي اصبح عندي دوائر فيها مقعد واحد ودوائر فيها مقعدين ودوائر فيها ثلاثة ودوائر فيها اربع مقاعد، فدلوقتي حالة الالتباس دي لم تصيب المواطن البسيط فقط ولكنها اصابت كمان العديد من اصدقائنا وزمايلنا، والبعض منهم يعني حتى كان اعلاميين كان متخصص كانوا بيتكلموا في هذا الامر. الفكرة اللي حصلت ان حدثت نشأة القانون، واضيف من حين انتهى الزميل الفاضل استاذنا استاذ طلعت لما اتكلم على ان حتى الفترة بتاعت إجراء الدعاية مش كافية. ضيف على ذلك زميل وصديق العزيز إن كتير من المرشحين هم جداد على الساحة محدش عارف عنهم حاجة، ما عنديش برنامج انتخابي، ما عنديش سي في حتى يعرفني مين محمود البدوي اللي نازل عندي دوت عشان إن هو يحملني على إني أسيب منزلي أو أسيب شغلي وأتوجه صوب الانتخابات. اللي بقول النهاردة وهي شهادة حق ان النهاردة الدولة وفرت كل شيء، كل شيء كان موجود. صحيح. الشرطة بتقوم بجهد محترم، القضاء والنيابة بيقوم بجهد محترم، القوات المسلحة بتقوم بجهد محترم جدا جدا جدا، الاعلام وتغطياته، المجتمع المدني ومتابعته ومربطه العملية، ولكن افتقدنا العنصر الاهم والاسمن في هذه المنظومة بالكامل وهو الناخب. وان كنت اقول لك كمان على مؤشر يعني كان خادع جدا الصبح اتكلمنا عنه في اول بيانات صدرت عننا، ان احنا لقينا ناس في بعض اللجان في محافظة الجيزة من الساعة 7:30 صباحا واقفين قصاد اللجان. انا ما اكذبش عليك انا فرحت جدا لما شفت المنظر دوت وصورناه، يعني 90 دقيقة قبل بدء اللجان، فده شيء ايجابي، لقينا الناس بتوع القوات المسلحة طلعوا لهم بعض الدكك بتاعة المدارس عشان يقعدوا لغاية ما اللجنة تفتح بشكل رسمي. ودوت كان ليه؟ لان كان كل الناس عندها توقع ان الناس تنزل بكثافة، فالناس الكبار اهالينا الكبار راحوا بدري احنا نلحق ننجز قبل الزحمة، فطبعا راحوا بعد كده فوجئنا بان المعدلات لم تنضبط، فوجئنا بان الحضور لم يكن جيد بالشكل الكافي. ولكن خليني اقول لك برضو امر اخر، ان كتير من الناس كانوا متوقعين النهارده يبقى زحمه، انا قلت خليني البكره وانت قلت خليني البكره وغيرنا قال خليني البكره، ولكني اتوقع باذن الله واتمنى ان بكره باذن الله يكون في كثافه في 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 الحضور. وخليني اقول لك على بعض الايجابيات والسلبيات سريعا عشان ما اطولش عليك واخد من وقت ضيوف الكرام اللي اكيد هنستفيد منهم احسن مني. اتفضل. كان هناك العديد من المشاهدات
خلينا نحكي عن السلبيات الأول، هو ظهور المال السياسي من جديد، ظهور ظاهرة استغلال الأطفال في العمل السياسي من جديد للمشهد، فكرة إن هو بعض الأعمال الجبانة للجماعة الإرهابية حبوا يعملوها الصبح زي ما شفنا في الفيوم، لكن كانت خادعة ما عملتش أي أثر، واختفائهم من المشهد تماما. من الأمور الإيجابية إن كان النهاردة في حالة استنفار هامة جدا وكبيرة جدا من القوات المسلحة، اللي هم كانوا شغالين بفكرة إن أنت مجرد إن هم بيحسوا بأي خطر في أي منطقة كانوا بيتدخلوا. فكرة خرق الحظر الخاص بالدعاية الانتخابية تصدوا ليها بشكل جيد جدا ومحترم. شفنا كتير من الأمور اللي هي كانت غير موجودة في اليومين اللي فاتوا، اللي هم خاصين بالصمت. النهاردة الكل نزل وقال لك خلاص يعني كلنا بقى إيه نخسر الصمت الدعائي. لكن أنا بقول بس يعني شايف إن العملية في مجملها هي جيدة وتمت في إطار من النزاهة والشفافية، مبشرة جدا في حالة ما إذا عاد الناخب وهو العنصر الأهم زي ما بقول لحضرتك إلى المنظومة. بتمنى إن بكرة إن شاء الله يكون يوم كرنفالي ويوم احتفالي، ننزل نحتفل ببلدنا وننزل نختار الدستور بتاعنا، ننزل نحتفل بإن إحنا تحولنا من دولة كانت رايحة في طريق المجهول إلى دولة بتسير على طريق مرسوم لها سلفا. كل الخير وكل النجاح وكل التوفيق لبلدنا بإذن الله إن شاء الله. شكرك. وبإذن الله لكل ناخب بقول له بلدك هتتغير بصوتك، لا تتكاسل ما تكسلش، انزل والله الموفق بإذن الله. بشكرك. تحياتي ليك ولضيفك الكرام. شكرا جزيلا. تعليق أستاذ حسن لو عايز حاجه بالذات في موضوع توزيع الدواير وتقسيمها واللخبطه والدنيا، لا شك انه لعب دور وقله فتره الدعايه الحقيقه قليله جدا، والاعلام فعلا ما قامش بدور. انا كنت مندهش يعني عشرات القنوات والصحف ومش فارده مساحات كبيره قبل الانتخابات بشهر وباثنين توعي الناس يا استاذ شريف الاعلام لعب دور سلبي اللي كان بيشكك في اجراء الانتخابات لحد فتره قريبه. صحيح جدا. صحيح. يعني يا ريت حتى سكت، ده لعب دور سلبي في انه التشكيك في عمليه الانتخابات، كل ده اثرت على الناخب. وبعدين برضو احنا محتاجين نصلح بعض الاوضاع، يعني فكره القوائم دي يعني يا ريت يبقى فيها اعاده نظر فيها، حته القايمه المغلقه المطلقه، يا قايمه تنجح مع بعض يا تسقط مع بعض، يا ريت تتعدل لقايمه نسبيه بحيث تخلي الناخب يبقى عنده فرصه يختار افضل العناصر تنجح تفيد البلد بشكل عام من كل القوائم. صح. لما اخد ثلاثه وده اللي حصل في 2012 كانوا تلتين للقوائم والتلت الفردي، وبعدين كانت القوائم نسبي يعني كانت بالضبط. نسبيه فلقينا كل القوائم تقريبا ممثله بالضبط. يعني التحالف اللي فيه 10 احزاب مثلا خد 3 مقاعد في قائمه، الحزب اللي بيليه خد مقعدين، اللي بيليه خد مقعد، يعني دي بتدي اثراء اكتر وبتفيد وبتظهر كفاءات اكتر. يعني احنا محتاجين برضو نعدل بعض الامور وده شيء طبيعي واحنا ماشيين بنعدل، ما فيش حد بيقف في مكانه، يعني ده امر طبيعي جدا، ونستفيد من الدروس اللي هنطلع بيها من الانتخابات دي ان شاء الله. وبشكل عام انا رغم كل ذلك متفائل يعني ما لا ماشي. طب شويه الدربكه والارتباك اللي اتكلم عنهم الاستاذ محمود البدوي ممكن تؤثر فعلا على اقبال الناخب؟ انا اعتقد انه دي يعني ولا هي الناس مش مكترثه، وده المزاج المصري اللي كنا بنتكلم عنه، اللي طلعوا 30 مليون في انتخابات برلمان 2012 و6% منهم فقط في يعني انتخابات الشورى اللي بعديها بشهرين. يعني برضو كل انا النهارده تابعت يعني زي ما في غرف معموله في بعض المناطق الصحف ايضا بتبقى عندها طبعا يعني مؤشرات، يمكن كلها يعني مندوبين على الارض في كل مكان يعني خروقات يعني مش هي دي المؤثرة. لا بكلمش عن خروقات الارتباك اللي اتكلم عنه. ما هو جزء من هذا الارتباك نتيجة العوامل يمكن استاذ حسن وانا اتكلمنا في لمسناها في اجزاء معينة، انه عودة للعصبية، عودة لقلة يعني القوى السياسية لابد انها يعني يكون هناك المجتمع واعي لدورها وداعي أهمية دورها، فبالتالي نعطيها فرصة لأنها تنمو وتعبر. إحنا في الآخر في مصر حتى هذه اللحظة لدينا ثلاث قوى رئيسية أو ثلاث أفكار رئيسية في المجتمع، لابد أن يمثلوا بالشكل جزء على المؤسسات التي تدفع وتطور في بناء المجتمع في بنية المجتمع، وجزء على القوى السياسية أنها مفترض تعدل من مسارها ومن سلوكها علشان في النهاية يصل يعني نصل إلى قواعد للعمل الديمقراطي تكون ميسرة أكثر على أن احنا نقدر نمشي في مسار يعزز استقرار المجتمع.
ويعزز تقدم المجتمع. يعني ما تبقاش المشهد اللي في الارتباك ده ما يتكررش، يبقى المسألة واضحة. فلما نيجي نعمل قانون انتخابات يبقى المؤسسات اللي هي منوط بيها أو الجهات اللي يعني تتفاعل مع بعض الوصول والنضوج لما هو أكثر مناسبة لينا تبقى إلى حد ما وعيها واضح، وما نصلش ان احنا نجيب شيء يمثل ارتباك او يساهم في عمليه الارتباك. النموذج او النظام الانتخابي نفسه في حد ذاته اذا كان فيه محتاج اعاده نظر فليكن، يعني نحن لسنا امام شيء مقدس. صحيح. نحن ده جهد بشري، احنا بنحاول نصل الى افضل الطرق للتمثيل والتعدديه وبناء مجتمع ديمقراطي. ما نأمله ان احنا نصنع مجتمعا مستقرا، يعني كل مؤسساته تؤدي بفاعليه وتؤدي ادوارها الحقيقيه المطلوب منها، لا احد يستعير دور الاخر، وكل واحد يعلم ان دوره مهم ولا ينتقص من ادوار الاخرين، فبالتالي نعزز امكانيات المجتمع ككل فنصل الى النتائج الافضل. وده مهم فكره النظام الانتخابي يا استاذ حسن، لانه كل بلد يعني نظام الانتخابي بيبنى على النسق او السياق الاجتماعي والسياسي لهذا البلد وخبراتها. فنظامنا الانتخابي حضرتك شايفه مناسب ولا ممكن فعلا يكون قابل للتجربه والتطوير؟ قابل للتطوير بشكل دائم ومستمر على فكره، ده امر طبيعي جدا، لان عدد السكان بيزيد، عدد الدوائر بتزيد، في توسعات عمرانيه، في اشياء كثيره جدا، وبالتالي حتى القضايا بتبقى جديده، المعارك والتحديات جديده، وبالتالي احنا محتاجين باستمرار، ده شيء طبيعي، حاله تطوير مستمر. وانا عايز اقول حاجه برضو، في سبب مهم جدا للاسف ممكن يكون سلبي بيؤدى الى ان احنا مثلا الحضور اليوم لم يكن بالصوره اللي احنا بنتمناها، يعني ان في يعني وجهه نظر خاطئه سادت بين قطاعات شعبيه وجماهيريه ان البرلمان مش مهم، ان في انجازات بتتحقق من غير برلمان، ان في مشروع عظيم جدا زي مشروع قناه السويس اتعمل في سنه، والناس عندها ثقه في القناه السويسيه زي ما حضرتك قلت بالضبط. يعني احنا مش عايزين كده، ما ينفعش، ما ينفعش يتحمل على القناه السويسيه، ما فيش دوله بدون مؤسسات اطلاقا، ما ينفعش اطلاقا، ما ينفعش. وده برضو يعني وجهه النظر دي لازم الاعلام يتصدى لها ويوعي الناس ان مهما كان في قناه سياسيه محترمه وفي جهد بيبذل، في مشاريع ضخمه زي مشروع قناه السويس تم، وموضوع الكهرباء خلصنا منه في سنه اللي كان معقدنا السنه اللي فاتت، وفي لكن لابد ده لا بديل على ان كل القوى الشعبيه تتكاتف، لدي معركه نكون او لا نجون، وبالتالي كل قطاعات الشعب المصري لازم تشارك فيها. فالفهم الخاطئ ده لازم يحارب ويواجه، في فهم خاطئ ان البرلمان مش مهم، ان البرلمان يعني هم بيعملوا ايه، يعني هم بياخدوا شويه امضاءات من الوزراء وخلاص. ده حقيقي كان موجود في مجالس سابقه في دورات سابقه، احنا علينا ان احنا نغير المفاهيم دي، يعني صحيح. بعد الثورتين وفترة التحول احنا علينا نغير الكلام ده كله، هيحتاج وقت وهيحتاج مرة تانية وتالتة وعشرة. الإعلام الإعلام كنت لسه هسأل عن المسؤولية على من تقع، يعني على مين أستاذ طلعت يعني. وحتى أخلاقيات العملية الانتخابية نفسها هي علاقة بين الناخب والمرشح، يعني أيهما ايضا يقع عليه فكره تغييب قيم هذه العمليه ومفهومها. يعني بنتكلم دلوقتي استاذ محمد بدأ بنتكلم عن بدء ظهور مره اخرى المال السياسي والريشه الانتخابيه وما الى ذلك. يعني احنا طبعا في الاعلام وننتمي جميعا للاعلام ولامسين وعارفين الى اي مدى يعني السلبيات والايجابيات الموجوده فيه. حتى الان الاعلام لا يقوم بالدور اللي هو مطلوب منه فيما يتعلق بمواجهه السلبيات اللي حضرتك اتكلمت عنها، العلاقة ما بين الناخب والمرشح، يعني ظهور المال السياسي والرشا اللي تحدث عنها زميلنا من مطروح والقبض على ناس، لازال بعد كل هذا الجهد اللي احنا عملناه في ثورتين انه يبقى لسه العقل، لسه العقل نفس الفكرة، لكنه هو وليد ايضا تشوهات موجودة في المجتمع تمت عبر سنوات، وطبعا في جزء منها لعوامل اقتصادية برضو، يعني حتى لا نكون يعني في قسوة على ناسنا وأهلنا، يعني في بعض الناس ربما تضعف أمام يعني العوز والحاجة، أنت عاوز برضو تقوي يعني مؤسستك الاقتصادية بحيث أنه يعني مزيد من الارتفاع بمستوى المعيشة، التقليل حالة الفقر والعوز الموجودة، يعني هي المسألة مركبة
مركبة ومعقدة أكبر من أن احنا نلقي بتهمة لجهة محددة. ممكن الإعلام يتحمل شريحة كبيرة جدا، أنه الإعلام أصبح صناعة كبيرة جدا وأصبح مؤثر، وخاصة صحيح. في المجتمعات اللي بيكون حجم الثقافي فيها متدني أو التعليم الجهل والجهل بس. موجود فيها بيبقى مؤثر، لأنه الناس بتأخذ مما قد نقوله الآن وهو اجتهاد بشري على أنه شيء مسلمات. قيمة ومسلمات ثم تتحول إلى قناعات تكون تلعب أدوارا سلبية. طيب يعني فصلت عندي يعني رؤية للي بيحصل في الجيزة عموما وفي منطقة الدقي تحديدا. زميلتنا الأستاذة نورهان الصحفية بالفجر والمتابعة للانتخابات في الدقي، مساء الخير يا أستاذة نورهان. مساء النور. أخبار الدقي إيه فندم والجيزة إجمالا؟ هو الدقي بشكل خاص يعني كان عدد الناخبين فيه قليل جدا، في أغلب اللجان كان حوالي 15% بس. طب ده 15% ده رقم كويس جدا يا نورهان، يعني 15% وبكرة 15% و30% ده اللي احنا بنحلم بيه يعني. لا بس يعتبر قليل بالنسبة للانتخابات الرئاسية وبالنسبة للانتخابات كل حاجة طبعا ليها على كلام ده بناء على كلام الناس اللي في اللجان والمستشارين بتوع اللجان، فكان عدد قليل جدا. وكان في حاجة ملحوظة انه ما كانش فيه شباب تقريبا خالص، كان كل الناس من كبار السن والمسنين، كان فيه مسنين كتير جدا جدا والسيدات واعداد السيدات اكتر برضو بكتير من اعداد الرجال. وكان يعني كان الموضوع مستتب، يعني الامن كان مستتب، ما كان فيه مشاكل، بس هو الاعداد كانت ضعيفه جدا يعني 15% دي مؤشرات من امناء او من رؤساء اللجان، من القضاة المشرفين على من واقع الكشوف. تمام. وكان في بعض اللجان ما فيش حد خالص بيروحها، يعني كان في بعض المراكز. انت خلي بالك سهوله الاجراء العمليه الانتخابيه وتعدد المراكز الاقتراع بيخلق احيانا، الاول كان في تكدس، يعني كنت تلاقي 5000 في صندوق الصلاة، دلوقتي ما فيش صندوق بيزيد عن 1000 ناخب بالزبط. فده بيخلق نوع من السيوله، خلاص الناخب بيدخل يدي صوته فتشعر انه ما فيش اقبال، يعني يعني احنا شفنا كلنا ده، وكنا بننزل ننتخب وتقف في طابور وبعدين يحدث ما يعكر الصف او يؤخر الصف، فتتخيل انه في اقبال، هو الحقيقه ما فيش اقبال ولا حاجه. وانا بشكرك استاذ نورهان عبد الله زميلتنا العزيزه الصحفية بالفجر والمتابعة للانتخابات في منطقة الدقي. 15% في نهاية اليوم دي نفس النسبة اللي حضرتك بتتكلم عنها من 10 ل 12%، فاحنا بنتكلم بندور من 10 ل 15% ودي في اليوم الأول نسبة معقولة. عندك تفسير يا أستاذ حسن والأستاذ طلعت لفكرة إنه كبار السن والسيدات هم اللي احنا شايفينهم أو هم المقبلين؟ يعني هو طبعًا أولًا السيدات خدوا وضعهم وخدوا كثير من حقوقهم اللي كانوا بيعانوا من نقصها وكانوا بيطالبوا بيها في السنوات السابقة والأعوام السابقة والعصور السابقة. الرئيس السيسي حياهم بشكل خاص، وصفهم أنهم أيقونة مصر. صحيح. بالنسبة لكبار السن شافوا الكثير على مدار الأربعين سنة اللي فاتت وزيادة، ولديهم مقارنات بين ما كان وما يحدث الآن. فده أمر طبيعي للغاية. لكن اللي أنا عايز أقوله أن اليوم كان يوم عمل، كان يوم دراسة، يعني المدارس وقفت لكن صحيح الجامعات شغالة. فبرضو يعني ما نقدرش نقول أن الشباب ما جاش لا لسه. بكرة في يوم نص أجازة اعتقد ان هيبقى في نسبه اعلى من الشباب يحضروا. لا الامور كويسه بشكل عام، 15% نسبه كويسه جدا. ولو سادت على مستوى الجمهوريه يبقى احنا عاملين حاجه كويسه جدا على فكره. في النهايه نصل ل 30% زي ما حضرتك الاستاذ طلعت قال، وده توقعات. لو اتحققت انا عايز اقول حاجه، مصر بتعاني من كارثه اسمها طبعا دي تراكم اجيال، الفقر والاميه. الفقر والأمية فتش عنهم في كل حاجة. صحيح. بس فتش عنهم بقى في المال السياسي، في الرشاوي الانتخابية، في أي حاجة في الدنيا، في الجهل، في عدم الذهاب للانتخاب، في الاختيار الخاطئ. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة أستاذ حسن عشان نكون أمناء، يعني وده كان بيحصل قدامنا. ما يسمى بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان في انتخابات 2012
كانت بتشتري الاصوات وبتاخد البطاقات من الناس وتجارهم، وده كان بالزيت والسكر وده كان يعني كان بيحصل يعني هم اساتذه الريشه الانتخابيه الحقيقه، وبالورق الدوار مش نواب الحزب الوطني السابق وما يعني لا لا لا. الدوله كانت بتزور يعني عين عينك للحزب الوطني والامن بيتدخل انما الحقيقه الريشه الانتخابيه والمال السياسي لم يظهر الا مع الجماعات الاسلاميه وتحديدا جماعه الاخوان وحزب الحريه والعداله، استخدمت كل الوسائل الرخيصه للشراء ده كانوا بيكفروا الناس يعني انا يعني في البلد عندي اثنين مرشحين كانوا بيروحوا حد من البلد بيقولوا لاهل البلد انه هذا المرشح كافر لانه مترشح على حزب ليبرالي، كان مترشح على حزب الوفد وقتها بالزبط. هو ما عندوش استعداد يعني بالزبط. يعني فكره انه ابن بلدي او العصبيه حضرتك بتتكلم لا هو بيعبد الجماعه هو عايز بالزبط. القائمه بتاعته والمرشح بتاعه وفقط بالزبط. يعني بالظبط هو للاسف كانوا بيكرسوا كل ما هو سيء والتخلف تكريس للتخلف بكل معنى الكلمة وتكريس للفقر وتكريس للأمية وتكريس للجهل يعني شيء مأساوي بصراحة صحيح. وكنا في كارثة احنا بنبني كارثة بلدنا. قومية ايه اللي ممكن يخلي الناخب يروح مركز الاقتراع يا استاذ طلعت عشان يوصل بصوته والله ايه المغريات يعني اذا ما كانش هو عنده وازع من ضمير وحرص على بناء بلده وبناء حياته الوازع من ضمير والحرص ده عاوز توعية يعني نسبة الوعي ورفع نسبة الوعي دي مطلوبة واعتقد انها مش بتتبني في يوم وليلة صحيح. يعني تراكم في تراكم ولما نتكلم عن نظام تعليمي محتاجين ان احنا نطور فيه ونعدل من مساراته علشان يطلع منتوج الى حد ما يبقى كذا، عاوزين اعلام يؤدي دوره بامانة وبصدق ويبقى فاهم اولوياته يعني الاعلام احيانا يضع اولويات ليست من اولويات المجتمع يعني يشغل المجتمع ويضيع من الوقت في يعني أزقة وحواري لا تبني صحيح. فمحتاجين أن نحدد أولويات ماشية مع نفس خطة المجتمع للتطور مش ماشية مع للعودة إلى الخلف محتاجين أنه يعني القوى السياسية تبذل مجهودا أكبر صح. في الوصول للناس لأنه إحنا اليوم يعني على سبيل المثال دائرة فيها 100,000 صوت ونازل فيها 40 مرشح مثلا يعني قدرة كل مرشح على الاتيان بحوالي 2000 صوت جابوا الدائرة كلها يعني بس في النهاية من سيصل هؤلاء بهذا المنطق الذي يرفع من رغبتهم ويحفزهم ويشجعهم لابد ان هو نفسه يكون مؤهل صحيح. بدرجة كبيرة جدا فمحتاجين يعني هي منظومة على بعضها واعتقد انها بتيجي مع الوقت نحن الان جالسين في قناة فضائية بنناقش واكيد في متابعين واخرين من يعني كل ده بيصب في العملية التي زيادة الوعي تبني وزيادة الوعي مش هتيجي في يوم وليلة يعني نكون صرحاء مع انفسنا يعني ما صحيح. يعني استحالة ان احنا تاني يوم الصبح بزرار ليست البنى العقول هي عايزة استراتيجية والكل يشارك فيها من اجل بناء حياة سياسية حزبية تعددية نبني بلدنا نظام صحيح. سياسي نظام انتخابي كمان أستاذ شريف نحن حتى الآن محتاجين نجلس على طاولة واحدة نفكر بهدوء وبدون أي نوع من صخب. الصخب ما هي أهدافنا نتفق عليها وبعدين نبحث عن الوسائل الوسائل سهلة جدا بس نتفق لغاية الآن ربما يكون بعض الأهداف غير واضحة في بعض صحيح. المناطق في الغرب يقول لك عايز عايز تجاوب صح اسال السؤال صح فده بالظبط الختام معاك يا استاذ حسن انا ارى ان الفرصه السانحه ومتاحه تمام لان يقوم الاعلام والان ومن الان ومن اللحظه الحاليه اعلام قومي واعلام خاص واعلام حزبي واعلام مستقل وكل انواع الاعلام واعلام وسيط وكله وكله ومرئي ومسموع ومكتوب ومقروء بأكبر حملة توعية للمواطن وللناخب انه يقبل على الانتخابات بكرة والمرحلة التانية والإعادة لسه في جولة تانية انتخابات الإعادة في المرحلة الاولى ودي مهمة ويفهم انه ما فيش مقعد فردي سيحسم من المرحلة الاولى في ظل هذا الإقبال ويفهمه بلدك في خطر لعدم وجود برلمان بلدك لازم يبقى فيها برلمان حتى يكون في تقدير واحترام دولي كامل صحيح. إذا أردت أن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة والمؤجلة والمجمدة تنفذ بما يعود عليك بالفائدة ويعود عليك بالتحسين لازم يبقى فيه برلمان إذا أنت تعاني من الفساد وتتمنى القضاء على الفساد لازم يبقى فيه برلمان قوي سلاح في إيدك وأداة لمقاومة الفساد الفساد مش هيقضي عليها في التحسيس المفرد صحيح. الفساد عايز خطة قومية شاملة للقضاء عليه أنت بتعاني من البطالة وابنك مش عارف يشتغل وبتعاني من قلة الإنتاج وبتعاني لابد أن يكون في برلمان
برلمان قوي يلتزم ويلبي احتياجات الجماهير ويتبنى مشاكلها ويحل مشاكلها. بدون كده مش هتعمل حاجة، ومهما كانت السلطة التنفيذية بتشتغل 24 ساعة، والوزراء بيروحوا 8 الصبح مكاتبهم ومش عارف ايه وعمالين يلفوا قال. لا بديل قال. في دور جوهري وتاريخي واستراتيجي ما زلت ارى انه ممكن يتعمل يتلحق ما يمكن انقاذه من الاعلام بالتوعية على مدار ال 24 ساعة والتركيز للمواطن، يا ابني روح عشان تحل مشكلتك ومشكلة تمام. ابنك اللي بيعاني من البطالة ومشكلة التعليم ومشكلة إذا الصورة ليست قاتمة، هناك أمل، نحن متفائلون، المهم يكون في صورة شاملة عامة وفي رؤية ونبدأ التنفيذ، والمسؤولية تقع على عاتق الجميع بإذن الله. الكاتب الصحفي الكبير والمهندس السياسي الأستاذ حسن بديع، والكاتب الصحفي الكبير أيضا الأستاذ طلعت إسماعيل مدير تحرير الشروق، بشكركم شكرا جزيلا، أسعدتونا. بعد الفاصل مستمرون معكم مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا. وسط هذا الزحام الانتخابي والأجواء التنافسية وما تشهده من حملات دعاية وترويج وطرح لبرامج انتخابية أو قدرات شخصية، بتبقى المصلحة الحقيقة عاملا حاكما في كافة الفعاليات الانتخابية في بلادنا. مصلحة المجتمع التي تتمثل في اختيار برلمان يمثل كافة فئات الشعب ويعبر عن نبض المجتمع وتطلعاته للمستقبل، وأيضا مصلحة المرشحين في الوصول إلى مواقع محصنة تحت القبة وبين الناخبين والمرشحين المدركين لحقيقة دورهم، تبقى بعض الفئات التي تمثل لها الانتخابات موسما لجني الأرباح. بعضهم يعمل في مجال الدعاية والإعلان، وبعضهم في كتابة اللافتات وتوزيع الملصقات، وآخرون من تجار الانتخابات يستعين بهم أو بهم بعض المرشحين لجمع الأصوات. ده موضوع محتاجين نناقشه حول هذا الزخم الاجتماعي السياسي وما يجري في كواليس الانتخابات، سواء قبل انطلاقها أو خلال إجراءها، من أحداث ومواقف قد تثير الدهشة لدى من يتعرف إليها عن قرب. نلتقي مع الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم خميس في فقرتنا الأخيرة من برنامجنا مع الناس. اسمحوا لي أرحب بضيف الكريم. أهلا وسهلا أستاذ أكرم، رحب بك وبشكرك على تلبية الدعوة. يعني ادلنا فكرة الأول عن حضرتك، عن الأعمال اللي بتستفيد منها العملية الانتخابية، نتعرف عليها. يعني العملية الانتخابية في كل مجتمعات العالم هي تحريك لعجلة، هذه الحركة تؤدي في معطياتها إلى فوائد لقطاعات عديدة في المجتمع. العملية فيها طرفين أساسيين، مرشح وناخب، وبينهم سلطة تدير هذه العملية أيا كانت أشكال هذه السلطة. كي يصل المرشح إلى الناخب لابد له من أدوات وآليات. الأدوات ممكن أن تبدأ بالعصبية القبلية، ممكن أن تبدأ بالقرابة الشخصية، ممكن أن تبدأ بالجوار، ممكن أن تبدأ بالانتماء المناطقي إلى آخره. لكن مع تطور المجتمع الحديث، كثافة السكان وزيادة عدد الناخبين واتساع الدوائر، يحتاج المرشح كي يصل إلى الناخبين إلى ما يسمى بعملية الدعاية الانتخابية. الدعاية الانتخابية في الغالب لا تكفي، لأن المرشح لا يستطيع أن يلتقي ناخبا ناخبا، وإنما عليه أن يلجأ إلى وسائل أخرى. الوسائل الأخرى تتمثل في ما يسمى بمفاتيح الدوائر الانتخابية في قرى أو تجمعات معينة. المفاتيح الانتخابية ممكن أن يكونوا أشخاص ذوي هيبة أو أشخاص ذوي سلطة وقوة في هذا المكان. في السابق كانت المفاتيح تتمثل في عمد البلدان أو ترشيحات أجهزة أمنية لشخصيات، أو مساندة الأجهزة الحكومية لشخص كالمحليات مثلا، أجهزة تنفيذية في المحليات. عندما تساند شخص فهو بالطبيعي يأخذ موضع الصدارة باعتبارات التشجيع. الآن فقد ذلك في ظل حياد الدولة الملحوظ في هذه الانتخابات، وبالتالي بدت المفاتيح يكون لها دور أكبر، وسيكون لها كلما تعمقت الديمقراطية المفاتيح الانتخابية يزداد وجودها وتزداد أهميتها. هذا على المستوى الواقع. على المستوى الآخر الإعلام يستفيد من هذه العملية الانتخابية استفادة مادية من خلال الإعلانات على الأقل، أو من خلال المتابعة أن يجد موضوعا يشتغل عليه ومن ثم يستجلب إعلان، فهو مستفيد. يستفيد الذين يعملون فيما له علاقة بالدعاية كالخطاطين، وإن كان دورهم قل كثيرا مع انتشار التكنولوجيا، تطور التكنولوجي والطباعة نعم، مصمم الكمبيوتر يستفيدوا، ما يسمى بالهاتيفة، وهم الذين يوحون للناس بأن المرشح له شعبية في هذا المكان من خلال التجمع حوله والهتاف له والحركة معه في بعض الدوائر. أصحاب
اللي هي الفراشه السرادقات السرادقات وكده طبعا دول مستفيدين اساسيين لكن يعني هو موسم بعض المهن يضاف بقى حديثا لوسائل التواصل الاجتماعي انه فرصه الانتخابات حاليا اصبحت بالنسبه للفيسبوك بالنسبه لمصر بالدرجه الاولى تويتر في مجتمعات اخرى اصبح مستفيد اساسي من كل عمليه انتخابيه حتى داخل النقابات يعني مجرد ما ارشح نفسي في اي انتخابات بالجا الى فيسبوك باعتبار وسيله رخيصه ومنتشره ومتوفره في كل بيت وتستطيع ان تنقل مباشره الى ذهنيه الناخب وبالتالي الحوار معاه والمناقشه الاعمال والمهن دي ممكن تؤثر على نزاهه او شفافيه الانتخابات بعضها يعني مساله النزاهه والشفافيه داخل اللجان امر خارج اللجان امر اخر هل تؤثر على صحه اختيار الناخب نعم تؤثر يعني اذا حضرتك يعني غير حاسم اختيارك بالمره وذهب الى لجنه انتخابات وجدت مجموعه من الهاتفه يهتفون للمرشح بعينه وتجمع بشري انت ليس لديك علم بانه بين قوسين اسف اقول يعني ماجور اذا هو بهذا الوضع سيقنعك ان هذا المرشح قوي الى درجه تقنعك بان تعطيه صوتك ومن ثم غيرت او اثرت في اختيارك السياسي او اختيارك الانتخابي رغم قدومك كان على الحياد تماما نقلك من حاله الحياد الى حاله اختيار شخص بالايحاء بانه له شعبيه وهو قوي بالضروره البنرات اللي في الشوارع كلما ازدادت تشعر ان المرشح لديه من القوه على الاقل القوه الماليه ما يمكنه من اداء دوره مستقبلا هناك لمحه اخرى انه لدى الناخب المصري كلما شعرت ان المرشح غنيا أن المرشح غنيون يعني ذهبت إليك حالة من حالات الثقة في أن هذا المرشح لن ينتفع بهذا المنصب باعتباره وده غير حقيقي غني من الأساس يعني في كل يعني الفاسدين فيما قبل 2011 وكان معظمهم بيعملوا في مجال العمل يعني الحقيقة صحيح هي افتراضات في الأخير يعني على أرض الواقع ممكن أن تتباين المسائل مش حاجة على إطلاقها يعني زي ما نعم نعم طيب إيه رصدت شكل العلاقه ازاي بين الناخب وعفوا بين المرشح ومن يقومون بمعاونته في مجال الدعايه استاذ اكرم يعني هي علاقة منفعة بالدرجة الأولى يعني يمكن لهتيف من الهتيفة أن يسير مع مرشح من المرشحين باعتباره من أشد المؤيدين له وإذا جاءه عرض من مرشح آخر سيذهب إليه ويهتف له بحماس أكبر بقدر المنفعة يعني محددة المسألة في منطقة بعينها هناك مصلحة لابد أن نحصل عليها من المرشح بعض الدوائر يذهب إليها أكثر من مرشح المناطق المكتظة سكانيا مثلا وبالتالي مفاتيح هذه الدائرة كل واحد يملك قدر معين أو قطاع معين من الأصوات تحدث عملية مزايدة لدرجة أنه بعض المناطق المنسية في بعض الدوائر منسية تماما أن هذه المنطقة تقع في هذه الدائرة لحسابات جغرافية حسابات جهل المرشح إلى آخره مفتاح الانتخابي يؤممها تماما لمن يدفع أكثر ومن ثم يذهب إليه مرشح أول فيبدو كأنه مؤيد له تماما ثم يذهب مرشح آخر يدفع الأكثر فتؤمم له المسألة لا فيها برامج ولا فيها قناعات شخصية بقدر ما فيها مسألة المنفعة لدى هؤلاء تحديدا طبعا بعض يعني لا ينطبق ذلك على كل الناس لكن في الأخير المادة هي رقم واحد في الحزبة ممكن نوصف إزاي المنتفعين من العملية الانتخابية بشر طبيعيين يعني ما قيل في التراث المصري يعني إذا المرشح دفع فيمكن للناخب أن ينتفع من ذلك كأنها مقولة دافعة للفساد السياسي دافعة لإعمال المال السياسي أو الفهلوة كما تسمى لكن في كل الأحوال هي ظاهرة طبيعية تحدث في كل العمليات الانتخابية حتى في النقابات الراقية يعني المسألة ليست مرتبطة بالفقر ولا مرتبطة بالجهل كما يتصور البعض ومناخ أو ثقافة نعم حتى في النقابات الراقية هناك ريشة انتخابية واضحة تماما تظهر مع مرشح وتغيب عن مرشح هناك وعود مالية تقدم من بعض المرشحين ولا يستطيع آخرون أن يقدموها وبالتالي هي ظاهرة عامة مرتبطة بالعملية الانتخابية والرغبة في كسب أصوات طالما لديك رغبة في كسب أصوات فأنت كمرشح كل ما يتيسر لك ستستخدمه اللهم إلا المرشحين المثاليين يعني اجتماعية ممكن يكون لهؤلاء الأشخاص تأثير على المجتمع اللي هم المقربين اللي بنسميهم محترفي الانتخابات اللي بيستفيدوا من إجراء العملية الانتخابية يا أستاذ أكرم
يعني حسب حاله المجتمع، يعني اذا المجتمع في حاله نهوض، اذا المجتمع يعني يمضي على طريق الديمقراطيه بشكل مدروس ومنهاجي لن يكون لهم تاثير. لكن اذا كنا في لحظه من اللحظات امامنا مرشحين غير مقنعين للناخبين، غير معروفين بالاساس، قوائم انتخابيه ليست لديها برامج ولا تنافس على برامج، الهتيف يستطيع ان يؤثر مجتمعيا في اختيار الناخب ومن ثم تشكيل مستقبل المجتمع. في المقابل إذا لدينا مرشحون بدرجة عالية من الوعي والحضور والجماهيرية، الهاتف هنا يقل دوره ويهمش. الهاتف وغيره طبعا الهاتف. مهمين بالنسبة للمرشح هذه النوعية من حسب برضو حالة المرشح، حسب حالة المرشح. يعني إذا حضرتك يعني تنتمي لحزب سياسي له جماهيرية وشعبية في الشارع، وإذا حضرتك مرشح لديك من الكفاءة والمكانة والوعي والخطاب ما يجعلك تنفذ مباشرة للجماهير وتقنع الجماهير بانتخابك، لن يكونوا مؤثرين. إنما المرشح ضعيف الحالة، ضعيف القدرة، محدود الكفاءة، بالضرورة لابد أن يلجأ لهم لتعويض كل هذه النواقص لديه. هل يمكن القول أنه أهل وعشيرة المرشح من المنتفعين؟ طبعا بالتأكيد بيكونوا من المنتفعين، لأنه المرشح وأعرف بعضهم يعني مجرد ما يطلق حملته الانتخابية هؤلاء بيكونوا جزء من مكانته الانتخابية، ومن ثم بعضهم يتحمل تكاليف، لكن البعض الآخر بيستفيد ماديا بشكل أو بآخر. يعني جشع بعض المرشحين ممكن يجعلهم فريسة في الموسم الانتخابي؟ وبعضهم بيقع فريسة بالفعل، ووقائع مشهورة على مرشحين دفعوا ملايين في بعض المناطق ولم يستطيعوا أن يحصلوا منها سوى على أصوات محدودة، ربما كلف الصوت الواحد يمكن 5,000 إلى 10,000 جنيه. لأنه هو يعني الغشامة الانتخابية جعلته يصدق ما يقال له من الهتيفة أو من مفتاح البلد أو مفتاح المنطقة، فدفع له ما أراده، في حين أن البلد كان عندها مثلا انتماءات أخرى أو المنطقة لديها انتماءات أخرى تحدد اختيارها الانتخابي، لم يكن هو من يعني ممكن ياخد وما يديلوش من وقع عليهم السهم. نعم صحيح. طب لو بنتكلم عن عناصر العملية الانتخابية، الناخب، المرشح، المراقب، القاضي نفسه، الدولة، دور كل حد من هذه العناصر في إنجاح العملية الانتخابية أو في المشهد برمته أستاذ أكرم؟ الناخب طبعا يعني مطلوب منه أن يختار اختيارا صحيحا، وليس صحيحا أنه الناخب في مصر جاهل، بالعكس الناخب في مصر لديه من الوعي ما يمكنه من الاختيار الصحيح، وإن ادعى في بعض الأحيان جهله أو عدم تعاطيه مع المشهد، لأن الناخب المصري لديه الوعي بشرط أن يتوافر أمامه اختيارات حقيقية، اختيارات يذهب إليها مختارا عارفا بأن ذلك سيصنع مستقبل طيب. ده بالنسبة للناخب. بالنسبة للمرشح يعني أعتقد أن كثيرين من المرشحين عليهم أن يراجعوا أنفسهم لماذا ترشحوا، لأنه المهمة القادمة في هذه الدولة مهمة شاقة جدا. أعتقد أن أغلب غير معروفين بالمرة من ناحية، من ناحية تانية أظن أن المسألة محتاجة كوادر مؤهلة حقيقة، لأنه المهمة القادمة في البرلمان المصري لا تحتمل التجريب ولا تحتمل أن نذهب إلى الوزير لنحصل على توقيع لخدمة أو مصلحة. إنما ده ما عادش بيحصل. نعم بالنسبة للدولة الحقيقة يعني الدولة قائمة بمستوى أجهزتها بتدور كما ينبغي، يعني صحيح. هي تؤمن الأماكن لا تتدخل على الحياة تماما ولا تتدخل، لدرجة أنه يعني أنا شفت الجان اليوم الحقيقة فيه حالة من الحالات الجيدة جدا بالنسبة للدولة. الأمر المهم أنه اعتاد المصريون على أنه دائما في حزب للدولة أو الدولة تقف وراء حزب. صحيح، دي نقطة مهمة. طبعا هل في البعض عازف مثلا عن الذهاب لصندوق الانتخابات لأنه مش عارف مفيش حزب الحكومة يعني ينتخبوه؟ لا مش بس كده، يعني في عوامل كتير في مسألة العزوف، أحدها أنه ده اختيار، يعني أنا غير مقتنع بالمرشحين وبالتالي اسمح لي يعني أني أنا ما أروحش، وده نوع من أنواع التعبير عن الرأي ونوع من أنواع الشهادة، أنه الامتناع يعني بقول لك والله المرشحين الموجودين غير جديرين بأني أروح لهم. المشهد اللي قدامنا مشهد كأنه اتجاه واحد، ما فيش التعددية اللي تجذب، ما فيش البرامج اللي بينها اختلافات تصل بنا إلى درجة أنه لابد أن أذهب كي أنتصر لحضرتك أو تنتصر لي، يعني كله اتجاه واحد، كله مع الدولة طبعا. وبالتالي حالة الثقة المطلقة في القوات المسلحة ورئيس الدولة جعلت هؤلاء المرشحين يعني لما أقارنهم في الميزان النسبي مع الأداء بتاع المؤسسات الأخرى، لا مش هيفرقوا كتير، أنا عندي المؤسسة الهر يعني ثقة الناس في الرئيس أو في القيادة السياسية وفي القوات المسلحة
يعني دفعت البعض الى عدم الاكتراث او الاهتمام بالمشهد الانتخابي برمته؟ اظن بالمشهد السياسي كله. والمشهد السياسي اظن بالمشهد السياسي كله. اعتقد ان الدوله تؤدي دورها، ولكن في عوامل اخرى، في معطيات اخرى تتصل بالسياسات كمان، تتصل. ده موضوع مهم الحقيقه. طبعا طبعا. خليني يعني بالتفصيل اثيره مع حضرتك وبعض الاسئله الاخرى كاتبنا الصحفي الاستاذ اكرم خميس بعد هذه الوقفه. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. مرحبا بحضراتكم مجددا مشاهدينا الكرام. عندنا توصيف من رؤية مختلفة، يعني عندنا رؤية مختلفة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم خميس للانتخابات والعناصر المشاركة فيها ومدى تأثيرهم على المرشح، على المشهد السياسي والانتخابي برمته. والحقيقة كان بيتكلم كلام مهم، أنه ثقة البعض وهم قطاع كبير في الرئيس وفي القوات المسلحة جعلتهم يركنوا إلى أنه لا أهمية للبرلمان. ده صحيح أستاذ أكرم؟ حضرتك الوضع القائم في الدستور يعطي رئيس الدولة بعض سلطات واسعة، ويعطي البرلمان سلطات تكاد تصل أحيانا أنه ينازع الرئيس بعض السلطات. هذا على مستوى الورق. ما حدث خلال العام ونصف الماضيين بعد انتخاب الرئيس مباشرة، يعني الرئيس قام بكل الأدوار كويس، قام بكل الأدوار واستطاع أن يؤدي فيها الأداء اللي انتظره كثيرون من المصريين، وبالتالي أصبحت الواجهة السياسية والمسرح السياسي كله بأضواءه مركز على رئيس الدولة كويس، ومعاه في الخلفية القوات المسلحة. بدينا كما لو كنا بالراهن على صلب المجتمع وليس على مؤسسات أخرى. ما هو عشان إنجاز القوات المسلحة طبيعي، طبيعي. أنا أحساس الناس بالانضباط وبالأداء في المشروعات الاقتصادية وفي الطرق وفي غيرها. لا لا، الأمر اللي بحكيه يا أستاذ ما هواش تقييم، يعني أنا بحاول أوصف أكتر كويس. فالحالة دي جعلت المواطنين يشعروا أنه يعني أي دور سيؤديه البرلمان إضافة لما يؤدى الآن، أي دور يمكن أن يقوم به نائب في ظل ما تقوم به الدولة في مواجهات مع الإرهابيين، في منافسة مع قوة دولية طامعة أو متآمرة إلى آخره. إذا الدولة تقوم بذلك والناس لا تنتظر من الدولة إلا ما يقوم به الرئيس وتقوم به القوات المسلحة في الفترة، ما الذي سيؤديه البرلمان في الفترة المقبلة؟ الناس غير واعية لأهمية المرحلة المقبلة في بناء المؤسسات في مصر. صحيح صحيح. وأعتقد أنه هنا كان في تقصير من الإعلام. قرار البنك الدولي والإفريقي للتنمية متوقفين على موافقة البرلمان. حضرتك ده تقصير عملية التوعية، أنه ما وضحناش للناس أنه يعني لابد أن يكون في مصر برلمان، خصوصا أنه في عمليات تشريعية واسعة ستأتي لاحقا. في نفس الوقت انه مساله ان القوات المسلحه متصديه لكل الاخطار جعلت الناس تركن وتطمئن. ما جريناش على انتخابات البرلمان لانه مش هيسد لنا منفذ خطر، فتحول مساله البرلمان كما لو كانت رفاهيه. زاد من سوء الوضع نوعيه، اسف اقول يعني الحقيقه، لما تقارن المشهد بتاع المرشحين ب 2011 يبدو كما لو كنا في حاله انزلاق، حالة انزلاق كبيرة جدا. مفيش شيء يحفز الناس ان هي تروح، مفيش شيء سياسي اقصد، مفيش برامج سياسية، مفيش تنافس على المستقبل، مين بيصنع المستقبل؟ ما كانش في نجوم في 2011، وما يعني افرزت لنا عناصر وبرلمان بالتاكيد مش من مصر يا استاذ اكرم، يعني الناس كانت متخوفة. لا لا يعني خليني معلش يعني عشان معنا تليفون بس وهدي لحضرتك الفرصة كاملة. زميلتنا الاستاذة اسماء حسنين الكاتبة الصحفية من منطقة الهرم، مساء الخير يا استاذة اسماء. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اخبار الهرم ايه لو تضعينا في صوره؟ انا مش من منطقه الهرم، انا كنت انت بتتابعي الانتخابات في منطقه الهرم. اتفضلي يا استاذ اسماء. ومش بس الهرم، يعني احنا كمان عاملين غرفه عمليات لمتابعه الانتخابات في كل الدوائر اللي فيها انتخابات النهارده. طب كويس، رصدتوا ايه قولي لي؟ احنا رصدنا حاجات كثيره قوي، يعني اكثرها كان كسر الصمت الانتخابي ونقل المرشحين بالاتوبيسات زي زمان زي 2010 الحشد.
وزي يعني 2011 يعني 2011 ما كانش فيه نقل بالتكاتك والميكروباصات اكتر. يعني احنا كنا متعودين نشوف الرشاوي الانتخابيه علنا في 2010، يمكن 2011 كانت متداريه شويه في السكر والزيت والحاج فلان واخد مجموعه معاه ورايح والكلام ده كله، والبطاقات الدوانه والكلام ده كله. لكن النهارده رجعنا تاني بظهرنا لما قبل الثوره، الاوتوبيسات بتحمل المرشحين سوري الناخبين عشان يروحوا ينتخبوا ويدلوا اصواتهم، والفلوس علني بتدفع للناخبين بدايه من 100 جنيه لغايه ما بتوصل ل 500 جنيه سواء في اسكندريه او في الهرم في العمرانيه. كل ده كان موجود. المناديل كانوا ماسكين التيشيرتات بتاعه المرشحين وماشيين وبيعلنوا عن كل مرشح دعايه يعني. دعايه انتخابيه طبعا. طب ده عن المخالفات، ايه المظاهر الايجابيه اللي حضرتك رصدتيها يا استاذ اسماء؟ والله النهارده انا مش شايفه ان ممكن يكون في مظاهر ايجابيه في ظل كمان العزوف اللي احنا شايفينه في الانتخابات. ده كان شيء غير متوقع بالمره. يعني احنا كنا متخيلين مثلا ان احنا هنلاقي الاصوات اكتر او الناس مقبله اكتر على الانتخابات في ظل ان احنا محتاجين ان يكون عندنا برلمان. محتاجين ان البرلمان اللي جاي ده لازم يكون فيه فئات معينه او شكل معين للبرلمان. فالنهارده الناس ما راحتش، الناس ما شفناهاش. مثلا انا بتكلم ان كل لجنه فيها مثلا من 2500 ناخب المفروض ان هو يروح يدلي بصوته، كل اللي راحوا اقصاهم 200-250 واحد، فالنسبه كبيره جدا وعلى عكس المتوقع، واحنا ما شفناش ده قبل كده. يعني في انتخابات الرئاسه كانت الاعداد رغم ان هم مدوا 3 ايام اللي هنا كانت يعني هو القياس صعب. ما احنا بنتكلم عن انتخابات رئاسه 24 مليون او 25 مليون، ودول كانوا يعني اقل من 50%، وبرلمانات العالم كلها بنتكلم عن 30-35%. وانا بشكرك استاذه اسماء حسنين، ونشوف بكره ايه اللي هيحصل ويكون عندنا اتصال بحضرتك ان شاء الله. شكرا جزيلا. اتكلمت عن حاجه مهمه، فكره انتخابات ما قبل وما بعد الثوره. ايه اوجه الخلاف من وجهه نظر حضرتك استاذ اكرم؟ في الانتخابات، العمليه الانتخابيه نفسها. مفهوم يعني انتخابات ما قبل الثوره ما كانش فيها دافعيه سياسيه، وكان فيها النتيجه تقريبا شبه محسومه، او على الاقل انحياز الدوله الكامل لحزب معين اللي هو الحزب الوطني، وباعلامها باجهزتها حتى بشرطتها الى اخره، كان بيخلي الناس عندها حاله من حالات القنوط والياس، ان لماذا نذهب؟ بعد الثوره في 2011 كان في دافعيه صوتي بقى له قيمه، بنبني بلدنا، في حياه جديده، والدور اللي ادته القوات المسلحه كمان، خلينا اقول اللي هو بقى في 2011 في انتخابات 2011 عظيم. اعطى الناس ثقه ان اصواتها رايحه في الاتجاه الصحيح. كويس حقيقي. مش صحيح ان انتخابات 2011 بس، خلينا نكون منصفين، احنا ما قلناش انها مزوره، وكان فيها خروقات يعني. اوكي، كان فيها خروقات. لا، والجماعات الاسلام السياسي قامت بحشد وبدفع رشا وبحث الناس والجنه والنار يعني. صحيح. لكن خلينا اقول لحضرتك ان نتائج الانتخابات في الاخير لم تظهر ان المجتمع المصري بكامله منحاز لتيار معين، اظهرت حاله من حالات التعدديه. التحالف الرئيسي في الانتخابات دي اخذ 47%، حزب النور خد 25%، حزب الوفد اخذ يعني كان عندنا شيء من التنوع داخل البرلمان. كان سببه الاساسي هذا التنوع في المرشحين قبل ما يوصلوا للانتخابات، عمل دافعيه وحفز الناس. يعني بعض الناس ما كانتش رايحه الانتخابات، لا نروح عشان نسقط الاخوان المسلمين او عشان ننجح الاخوان ايا كان يعني. كويس، كان في دافعيه. الدافعيه دي انا اعتقد انه مشهد 2011 في جوانبه الايجابيه ما زال قائما، والشواهد قدام حضرتك اللي لها علاقه بالتأمين الجيد جدا. يعني واحدة من الرسائل العظيمة النهاردة انه ما فيش بومبة عملت مشكلة في مصر كلها، في كل ربوة هيكلية طبعا فاضي في الفيوم، حاجة لا تستحق يعني، اخد بالك يعني. دي لقطة الجيش والشرطة على قدم وساق. طبعا دي لقطة اعتقد فيها رسالة عظيمة، واظن ان بعض وسائل الاعلام كانت بتتربص اي عملية عشان توجه الانظار تماما ان مصر اللي بتعمل انتخابات العنف فيها بياكلها يعني. فده فضل الله. الامر الثاني، احنا كان عندنا دايما قتل الحمد لله، ما هو العنف الانتخابي حتى اللي بره العبوات وكده، لا العنف الانتخابي حتى اللي كان في 2010 مش كبيرة. 2005 و2010 كان عندنا كم قتل رهيب. دي لقطة إيجابية أخرى، إنه ما فيش عنف انتخابي بفضل الله، وبالتالي مفيش خشونة خالص الحقيقة. وبالتالي لا في عنف من اللي خارج العملية السياسية استطاع أن يصل إلينا الحمد لله، ولا في عنف ما بيننا المتنافسين أنفسهم، ما فيش عنف بينهم وصل لمرحلة دم.
الحمد لله. الامر الثالث في الشواهد الايجابيه اللي موجوده من 2011 ولابد ان نرسخها، حاله التنظيم الرائع من قبل القوات المسلحه وقوات الامن. الرابعه عدم الانحياز، يعني اعتقد ان الشعب المصري احد المفاجآت اللي هيندم اللي ما راحوش الانتخابات، اللي هيزعلوا قوي هم كانوا متصورين ان الدوله منحازه. كويس، الدوله على الحياه تمام. النهارده الدوله يعني بتديهم مفاجاه، لا احنا ما زلنا في حاله الحياد ولن ننحاز لاي وسنبقى حزة. اعتقد لانه النظام الانتخابي المصري وما جرى لضمان شفافيه ونزاهه الانتخابات اللي بتجرى، انت بتتكلم تاني مره اخرى عن انتخابات برقم قومي، عن اشراف قضائي، صحيح. عن صحيح. عدم تدخل امني، يعني الحقيقه عن متابعه محليه ودوليه، عن صحيح. اعلام يقظ، صحيح. صحيح. يعني انا اظن كمان احد الدروس اللي مصر صلبها اتعلمته من عهد حسني مبارك ان الدوله لا تنحاز لحزب ولا الجماعه، صحيح. ولا الفئه. ده واضح قوي. الايجابيات دي كلها يا استاذنا فاضل لها ايه عشان تعمل لنا العرس اللي ما يبقاش فيه فاشيه ويبقى فيه 2011 بزخامه؟ الدافعيه، ان يكون فيه الحافز، ان يكون فيه برامج ويكون فيه مرشحين. انا بصور ان الحافز هو حياه سياسيه سليمه وتعدديه طبعا، والثقافه لدى المواطن انه لابد من بناء برلمان، صحيح. يسهم، صحيح. في النهوض بهذا البلد، انما الارتكان انه البلد ماشيه وعندنا رئيس وقوات مسلحه وبتاع، يعني اعتقد احد العوامل الرئيسيه المؤثره. انا بشكرك شكرا جزيلا، اسعدتني دايما، بتسهرك ومتابعك. الله يخليك. صديقي العزيز الكاتب الصحفي استاذ اكرم خميس، كانت محاوله لقراءه من زاويه مختلفه للانتخابات البرلمانيه. منتظرين ان شاء الله انه بكره يكون احسن من النهارده، ودي دعوه تاني. احنا كنا زمان ما بنروحش الانتخابات عشان بنقول هم بينتخبوا لي وفي تزوير، النهارده صوتك امانه هتسال عليه وهتحاسب عليه امام الله. روح وانتخب زي ما انت عايز، ان شاء الله تبطله، المهم تشارك، لأنه أنت على ثغر من ثغور هذا الوطن. نشكركم وتصبحوا على خير.